بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاربعاء اخر ايام الاسبوع الرياضي باذن الله كالعاده لمده ساعتين نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر. اهلا بيكم ومنورينا كالعاده من بدايه حلقتنا في ايطاليا، حيث ديربي الغضب، ديربي لا مادونينا. انتر ميلانو يتقدم على ميلان بهدفين دون مقابل، والهدفان جاءا بشكل مبكر للغايه. زيكو ومخيتريان في ظرف 10 دقائق سجلا هدفين للأسود والأزرق في مرمى الأسود والأحمر، فمن يقترب الآن هو إنتر ميلانو، ولكن لسه لأنه في نفس الملعب الأسبوع اللي جاي سيلتقيان، والمباراة عموما لسه مكملة وهنتابعها. ده بعد أصداء واسعة بعد تعادل مانشستر سيتي بالأمس أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، وكيف أوقف الريال خطورة هالاند الذي لم يسجل والذي لم يهدد والذي أوقفه الثنائي ألابا وروديجر. ده كله هنتكلم عنه النهاردة في الحلقة اللي هينورنا فيها النهاردة اسم من الأسماء اللامعة في الفترة المقبلة على مستوى التدريب، وهو عبد الرحمن طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق الكابتن طارق يحيى، ولكن رئيس قطاع البراعم في نادي الجونة. فانتظروا في الفقرة المقبلة بإذن الله بعد مجموعة من الأخبار المهمة. أما على مستوى دوري أبطال إفريقيا وبعيدا عن دوري أبطال أوروبا، فالأهلي يواصل استعدادات لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة. خاض المران الأول واطمأن على جاهزية أغلب لاعبيه، وتحديدا حسين الشحات اللي كان في كلام عن عدم أو عن تحديد مدى قدرته على المشاركة في المباراة المرتقبة للأهلي أمام شقيقه التونسي الترجي. الزمالك فاز بالأمس، ولكن ردود الفعل أتت وكأنه خسر، والسبب هو الأداء الباهت جدا الذي قدمه أمام بروكسي. فماذا قال أوسوريو للاعبيه بعد المباراة وفي الساعات التالية لها؟ ده هنناقشه النهاردة وأيضا في هذه الحلقة. خطاب من مشاهد عزيز نستعرضه مع حضراتكم ونجيب على تساؤلاته في الحلقة بعد ثوان قليلة. يبدأ الماتش، يلا بينا. أهلا بكم مرة تانية في الماتش. البداية مع مبارتين من بطولة كأس مصر، أعرق البطولات المصرية لكرة القدم، أقيمتا اليوم، وكانت النتيجتان في هاتين المواجهتين كالتالي. فاز أيضا فريقا الدوري المصري الممتاز على الفرق من الدرجات الأدنى. فاركو اكتفى بهدف أمام المصرية للاتصالات في مباراة شهدت أيضا دقائق عديدة من الندية، وفي بعض أجزائها كاد المصرية للاتصالات أن يهدد مرمى فاركو، ولكن فاركو اكتفى بهدف أحمد شريف. في الوقت اللي فيوتشر فاز على طلائع الأسطول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت تسجيل مروان محسن لهاتريك، هو الأول في هذه النسخة من بطولة كأس مصر. فاركو يلتقي مع إمبي أو مع الزمالك في الدور المقبل، دور الـ16، أما فيوتشر فيلتقي مع إمبي في الدور المقبل في انتظار إنهاء مباريات الدور الـ32 من المسابقة بطولة كأس مصر للنسخة الحالية 22-23. هنتكلم الأول عن مباراة فاركو مع المصرية للاتصالات، لأن المباراة كانت بدايتها قوية من جانب فاركو، واعتمد فيها الكابتن طارق العشري على وجود سيف تيري بجانب أحمد شريف على مستوى الهجوم، إدى لبعض اللاعبين اللي دقائق لعبهم في بطولة الدوري أقل من غيرهم، وبحث عن تسجيل هدف مبكر، حتى نجح سيف تيري في استغلال خطأ دفاعي في تشتيت أو في إرجاع الكرة، في استلام الكرة من لاعب خط وسط المصرية للاتصالات، قطع الكرة عادت إلى أحمد شريف المنفرد فسجل هدفا اكتفى به فريق فاركو اللي حاول بعدها، ولكن مع صلابة دفاعية في بعض الأوقات وتألق لحارس المرمى في أوقات أخرى لم يسجل فاركو إلا هدف وحيد، وهو كافي ليتأهل فريق الدوري المصري الممتاز إلى الدور المقبل. يضرب موعدا مع الزمالك في دور الـ16، وآخر مباراة بين الفريقين كانت في الدوري وفاز فيها فريق الكابتن طارق العشري على فريق مستر جيسوالدو فيريرا وقتها الزمالك بـ3 أهداف دون مقابل، والزمالك بكل تأكيد في مرحلة
محاولة لم الأمور من الناحية الفنية وترتيب الأوضاع سريعا بالنسبة للمدير الفني القادم حديثا مستر خوان كارلوس أوسوريو. طيب، المباراة الثانية كانت من شوية انتهت وفاز فيها فريق فيوتشر على طلائع الأسطول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ومروان محسن لم ينتظر كثيرا حتى سجل هدفا في الثانية 35، أسرع أهداف هذه النسخة حتى الآن. وبعدها بشوية كرة من عرضية، رأسية مهاجم، من الحاجات اللي بيتألق فيها دايما مروان محسن سواء بخبراته أو بتواجده في منطقة الجزاء بشكل مكثف، رأسية خلفية سجل في الشباك، وبعدها بشوية رأسية برضو شبه خلفية بعد عرضية مثالية من طارق طه قبل ما مروان نفسه يسجل هدفا من ضرب الجزاء. وفي الشوط الثاني أيمن الصفاقسي بيسجل ويسجل طلائع الأسطول هدفا. هارد لك طلائع الأسطول، هارد لك مصرية اتصالات، مبروك فاركو، مبروك فيوتشر اللي هيلتقي مع إمبي في الدور المقبل، دور ال 16 من بطولة كأس مصر بإذن الله. بما إننا بنتكلم عن الكأس، امبارح الزمالك كسب بروكسي بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت قرارات تحكيمية جدلية جدا، طالب فيها بروكسي بالحصول على ضربتي جزاء أجمع ربما الخبراء على أحقيته في الحصول عليهما، وفاز الزمالك بعدما حول التأخر مرتين إلى تعادل قبل أن يسجل هدف الفوز عن طريق سيف الدين الجزيري. ربما سيناريو المباراة وأحداثها، ربما القرارات التحكيمية اللي جاءت ضد بروكسي، ربما المستوى الباهت جدا اللي ظهر بيه الزمالك بالأمس هو ما يجعل هناك حالة من الحزن والغضب على جمهور الزمالك في المرحلة الحالية، وحالات من علامات الاستفهام والحيرة على مستوى المستقبل القريب في الموسم الحالي وعلى مستوى المستقبل البعيد على مستوى الموسم المقبل اللي هو بالنسبة لجمهور الزمالك يبدو أهم، لأن الموسم ده بدأ كده من منتصفه قد انتهى باستثناء البطولة الحالية، بطولة كأس مصر، الأمل الوحيد المتبقي للأبيض ليفتح خزائنه لربما يضم بطولة لم يتذوق غيرها هذا الموسم إذا نجح في حصدها. لكن حالة الحزن دي ما كانتش بس عند الجمهور أو عند محللي ونجوم الزمالك أو عند وسائل الإعلام اللي انتقدت أداء الزمالك، ولكنها كانت بكل تأكيد عند أحد الذين أو أحد من أشار إليهم الإعلام بأنه كان متسببا في هذا المستوى، وهو خوان كارلوس أوسوريو. المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك كان في غاية الحزن وفي غاية الغضب وهو يتحدث مع لاعبيه في غرفة خلع الملابس في استاد القاهرة بعد لقاء الأمس. ماذا قال أوسوريو؟ يلا بينا نستعرض مع حضراتكم. كولومبي أوسوريو قال للاعبي الفريق الأبيض: لم أتوقع المستوى الذي ظهر عليه معظم اللاعبين في المباراة، الفريق استعد لفترة طويلة للقاء وهناك فارق خبرات لصالح لاعبي الزمالك، لذلك أنا مندهش من الأداء. بعض اللاعبين حصلوا على فرصة في مباراة بروكسي لكنهم لم يحسنوا استغلالها، الأداء الهجومي لم يكن على المستوى المطلوب، والأخطاء الفردية المتكررة سبب تراجع الأداء واستقبالنا لهدفين. لم ولن أجامل أي لاعب على حساب الآخر، من يخالف التعليمات بالملعب سيتم تجنيده، الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية بالدوري والمنافسة على الكأس. كلمات أوسوريو كانت على مستوى عام للاعبي الفريق بأكملهم، ولكنه أشار ضمن حديثه إلى حسام عبد المجيد تحديدا، قلب دفاع الفريق الأبيض اللي ربما أخطأ في التمركز في المباراة وتسبب أيضا ببعض التحاماته في قرارات أو في إعاقات للاعبي بروكسي كادت تؤخر الزمالك على مستوى النتيجة إذا احتسبت أو لو احتسبت ضربات أو القرارات التحكيمية كضربتي جزاء. حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك الشاب ولاعب منتخب مصر الأولمبي المقبل على بطولة أفريقيا المؤهلة بإذن الله إلى أولمبياد باريس 24، كان تحت مرمى نيران مستر أوسوريو اللي وصفه بأنه فاقد لتركيزه. أوسوريو اتكلم مع حسام
وقال ان مستوى اللاعب في المباراه دي والمباريات السابقه له او لها كان بعيدا عن المستوى المأمول بالنسبه للمدير الفني للزمالك، واتكلم على انه غضبان من المستوى ده، وقال ان انت باين انك مش مركز وانك محتاج تركز علشان تحافظ على مكانك داخل التشكيله الاساسيه للفريق، خصوصا ان من يتراجع مستواه فالاستبعاد سيكون مصيره. ده كلام أسوريو حينما اشار الى حسام عبد المجيد. الحقيقه يمكن حسام عبد المجيد بقاله فتره مستواه متراجع، سواء مع المنتخب الأولمبي حتى في آخر مباراتين ذهاب وإياب أمام منتخب زامبيا، وفي اللقاءات الماضية لصالح نادي الزمالك المستوى متراجع، رغم أنه كان واخد ثقة كبيرة جدا من مستر جيسوالدو فيريرا، ودلوقتي واخد الثقة برضو من أسوريو في مباريات متتالية. لكن الحالات اللي زي دي لما بتحصل غلطة وانتقادات ممكن تزودها وممكن ترجعك. أخطأ حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك مع المقاولون العرب خطأ كلف حسام عبد المجيد ان يكون هو السبب وراء فقدان الزمالك نقطتين في المباراة اللي انتهت بين التعادل من جولتين في الدوري المصري الممتاز. وقتها شيكابالا اللي كانت بداية قطع الكرة من عنده وبعدها خطأ حسام عبد المجيد، راح انتقد حسام جوه ارض الملعب، وده من ساعتها مزود من حالة فقدان الثقة عند حسام عبد المجيد. الحقيقه انه جزء من ادوار شيكابالا هو الانتقاد على فكره، او التوجيه او اللوم او العتاب ككابتن للفريق، وحسام على الجانب الاخر واضح ان ده هزه اكتر ما هو مهزوز، لانه اشتكى حتى للمحيطين بيه من انه ما كانش ينفع التعامل ده، وانه كان لسه جوه ارض الملعب، وانه محتاج للدعم مش محتاج للوم بالشكل ده، وده واضح انه مؤثر فيه بشكل واضح لانه اشتكى للمحيطين بيه داخل الفريق الابيض. حسام في الاوقات اللي زي دي ما بيفوقش حد من القصه دي الا اللاعب نفسه. انت محتاج تفوق نفسك، انت امكانيات جسمانيه وامكانيات حتى على مستوى الزيادات الهجوميه، لكن لا تنسى ان دورك الاساسي هو الدفاع، وان ده كله محتاج تركيز على مستوى التحرك وعلى مستوى التمركز وعلى مستوى حتى المرونة الجسدية، فعلى مستوى العرضيات بكل تأكيد، وعلى مستوى الالتحامات في المناطق الخطرة، وعلى مستوى بناء الكرات، فأنت اللي تفوق نفسك لأنك لاعب إمكانيات كبيرة، ولكن قلة التركيز بتحدث تراجعا، فركز وربنا معك ومع كل اللاعبين بإذن الله. طيب بما أننا في الزمالك هنرجع للزمالك كمان شويه، لكن اخر حاجه تخص الزمالك على الاقل دلوقتي فهي ملف الراحلين. هل بدات تتحدد ملامحه؟ نعم، ويمكنك القول بوضوح، وان كنا قلنا قبل كده وقال غيرنا كتير، ان سامسون يبدو هو اقرب الراحلين من نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفي الجاري. الراجل اتكلم على انه اساسا في التدريبات ما كانش مقتنع قوي بسامسون، وده كان واضح ما كانش بيلعبه خالص في الماتشات ما قبل مباراة بروكسي، ولكن أراد أن يمنح اللاعب فرصة لربما يظهر قدرات في أرض الملعب في المباريات الرسمية، فمنحه الفرصة، ولكن اللاعب بحسب أسوريو امبارح خيب آماله، وبالتالي يبدو أنه أقرب الراحلين اللاعب اللي انضم للزمالك في الصيف الماضي، والزمالك ربما كان حاسس أن ده هيحصل فحط بند في عقده أنه ممكن يمشيه بدون أي شروط جزائية بعد أول موسم من التعاقد مع النادي الأبيض. طيب هنرجع للزمالك كمان شوية، لكن تعالوا نروح إلى الأهلي. الأهلي وصل امبارح بالسلامة إلى تونس مقبل على مباراة مهمة جدا أمام الترجي التونسي اللي نتائجه المحلية تبدو مهتزة، واللي كان تقدم باستئناف لربما يتم تقليص العقوبة بأربع مباريات بحرمان جمهور منهم اثنين مع التنفيذ منهم مباراة الأهلي المقبلة. لكن الأهلي بعد ما وصل بعد الراحة ثم خاض المران الأول له استعدادا لمواجهة الجمعة المقبلة بإذن الله. في التدريبات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي
أكد على جاهزية حسين الشحات اللي كان اشتكى من بعض الإجهاد وآلام عضلية قبل السفر، لكن قال إنه تمام واللاعب جاهز ومن الممكن أن يشارك ومفيش أي مشاكل إذا أراد مستر مارسيل كولر إشراكه في المواجهة. دي بعض الصور النهاردة للتدريبات أو للتدريب الأول للنادي الأهلي في حالة معنوية عالية. الفريق جاي من تتويج ببطولة السوبر المحلي، وكان قبليها متأهل على حساب الرجاء إلى الدور نصف النهائي، وبالتالي تبدو المعنويات عالية وتبدو أنه الرغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية في تونس تعين الفريق على اللعب بهدوء في مباراة الإياب في القاهرة أمام جمهور كبير منتظر بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. وخلال الفترة دي بيكون الأهلي بيحاول أن يوصل لأفضل صيغة ممكنة، غير الفنية لكن على مستوى الجمهور وحضور الجمهور والابتعاد عن قصة المقاطعة الجماهيرية. كولر عقد جلسة ومحاضرة مع اللاعبين أشار فيها إلى نقاط القوة ونقاط الضعف عند منافسه الترجي اللي بيقوده الكابتن نبيل معلول، أكد على أهمية المباراة، على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، وعلى ضرورة التوازن، وشرح ده في الناحية الدفاعية وفي الناحية الهجومية أمام فريق أيضا مهما قلت إمكانياته في مرحلة ما أو مستواه فيبقى فريقا كبيرا، وبالتالي مهم جدا التركيز في هذه المواجهات. النهاردة حضر التدريبات السفير إيهاب فهمي سيادة سفير مصر في تونس، وأيضا لدعم الفريق الأحمر، إلى جانب طبعا وجود رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة. طيب هنرجع للأهلي مرة تانية على مستوى فريق الكرة، لأن معنا أخبار كتيرة الحقيقة تخص الأهلي وتخص الزمالك، ولكن تعالوا نروح إلى كرة السلة شوية. النهاردة بدأت سلسلة المباريات الخمس من نهائي دوري السوبر ما بين الأهلي والاتحاد السكندري. قبلها أعتقد كنتم متابعين لأحداث المباراة الأولى على قناة صدى البلد 2، القناة الرائدة الحقيقة في نقل مباريات بطولة أو بطولات كرة السلة من 3 مواسم. كانت قناة صدى البلد سعت واجتهدت وتعاقدت و نقلت باستوديوهات تحليلية وبمباريات على الهواء مباشرة، بل كانت أول من قام بذلك، مباريات بطولات كرة السلة المصرية سواء في الدوري سواء في الكأس. والحقيقة أنه ده كان من أهم أسباب الرواج اللي حصل لمنافسات بطولة كأس كرة السلة. دايما بيكون في رواج ودايما بيكون في اهتمام، لكن أنك تلاقي قناة بتتابع البطولات وبتعمل استوديوهات تحليلية للعبة جماعية غير لعبة كرة القدم فبتزيد الإثارة. الإعلام ليه دور كبير في الحاجات اللي زي دي. صدى البلد سعت إلى ده إيمانا منها بأهمية كل الرياضات وبأهمية أن المشاهد يتابع بنفسه، مش مجرد يقرأ بس، لا يشوف بعينيه ويحلل ويفهم لعبات أخرى وقوانينها وأحداثها وإثارتها. ف ساعت لده صدى البلد من 3 سنين وقامت بيه، وبعدها حتى القنوات بدأت تهتم بده وبدأت تذيع البطولات المختلفة على مستوى الألعاب. النهاردة أعادت صدى البلد نقل المباريات على مستوى كرة السلة بمواجهة مثيرة جدا الناس كلها مستنياها، 5 ماتشات أهلي واتحاد في نهائي دوري السوبر. وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي على الاتحاد السكندري زي ما قدامكم بنتيجة 62 للاتحاد 69 للأهلي. مباراة كانت مش هقول إن هي ممتعة، لكن هقول إن هي مثيرة، مثيرة في نديتها، مثيرة في إن هي رايحة جاية، مثيرة لإنك لما تلاقي الأهلي متقدم بفارق 10 نقط مش معناها إنه حسمها، مش معنى إن الاتحاد عمل كامباك وراح متقدم ب10 نقط إنه كسبها، بدليل ان النهاية كانت لصالح الاهلي بفارق 7 نقاط. مباراة مثيرة انتهت في اول احداثها في سلسلتها واول حلقات السلسلة بانتصار احمر على الاخضر او احمر على الابيض في حالتنا زي ما قدام حضراتكم. وغدا باذن الله اللقاء الثاني في تمام 7 مساء
تاني المواجهات المنتظرة والمرتقبة، هل يفوز الأهلي ويقترب من حسم اللقب أم يعوض الاتحاد ويمنحنا فصلا جديدا من الإثارة؟ هذا ما ستتابعونه غدا في تمام السابعة على صدى البلد 2. في هذا التقرير بعض التفاصيل ما بعد مباراة الأهلي والاتحاد الأولى ضمن 5 مباريات في نهائي دوري السوبر. الحمد لله وبارك للنادي الاهلي وجماهيره على المكسب. ماتش مهم جدا، بدايه انطلاقه النهائيات، يعني خطوه في اول مشوار طبعا صعب ولسه بدري، ويعتبر النهارده مش عايز اقول ان احنا يعني مجرد ما نروح الاوتيل احنا بنسينا، لان احنا بكره ان شاء الله عندنا جيم مهم وربنا يكرمه ان شاء الله. والنهارده يعني ما كناش موفقين، كان الماتش انا شايفه من وجهه نظر ان هو ماتش سواء من الاهلي او الاتحاد مش على المستوى اللي احنا متخيلينه، بس الحمد لله احنا اهم حاجه بيبقى المكسب وده مهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا ماشيين بخطى ثابته، كان عندنا بطوله افريقيا خلصناها وكنا جايين النهارده عايزين نكسب جيم 1، بيبقى جيم مهم بيفرق معانا كلاعيبه نفسيا. ماتش النهارده ماتش صعب، فريق الاتحاد فرق على مستوى، فالحمد لله عرفنا يعني نعدي الصعب وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. النهارده احنا مش في احسن حالتنا، باين علينا الاجهاد شويه من بطوله افريقيا. الحمد لله ان انت تقدر تكسب وانت مش في افضل حالاتك، ده مؤشر كويس ان الفرقه يعني عندها روح المكسب وعندها شخصيه المكسب. ربنا يكرم ان شاء الله كده ونقدر ان احنا بكره ان شاء الله، لانه جيم بكره جيم مهم، بكره يخليك تبقى 2-0 ان شاء الله، او يرجعنا لنقطه البدايه 1-1 اللي ما نتمناهاش ان شاء الله تبقى 2-0 باذن الله. الحمد لله طبعا على الفوز، ده يعتبر خطوه بس في السيريز بتاعه الماتشات، طبعا عشان يكسب الدوري لازم يكسب 3 ماتشات من 5 ماتشات، فدي تعتبر اول خطوه. لسه نعتبر ما عملناش حاجه، ان شاء الله عندنا جيم 2 بكره تاني ماتش، ربنا يكرمنا ان شاء الله بالمكسب. مبروك للأهلي، هارد لك للاتحاد، السلسلة مستمرة ومن سيتوج في النهاية. بعيدا عن كرة السلة بل بعيدا عن الرياضة عموما، إلى الفن. عدى تقريبا ما يقرب من شهر على شهر رمضان المبارك، وأعتقد أن مش مصر بس بل مصر والوطن العربي في أغلبه كان مهتما جدا بمتابعة مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان ولكاتبه ومخرجه الفنان محمد سامي. تابعنا المسلسل وشفنا قد ايه لقطات كانت مبهرة اخراجيا وتمثيل ولقطات صادمة وقصص، كلنا مستنيين يا ترى هيلاقي ابنه ولا لا، ولما لقاه مين اللي هيحاول يخطفه تاني، ومين اللي كان خاطف في البداية، ومين اللي عمل الجرائم دي كلها، وشكنا في كل الناس طوال المسلسل واحداثه، وانتهى المسلسل وانتهى الترند، ولكن عاد من جديد بأبطاله خلال اليومين الماضيين. سيد ووداد ودلال مع جعفر كانوا هم حديث الساعة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي وقائد تاريخي لنادي الزمالك والإعلامي الأول في قناة نادي. ليه؟ لأن المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي وأحد رموز النادي الأهلي عبر تاريخه على مستوى التعاقدات وعلى مستوى الأفكار وعلى مستوى التطوير وعلى مستوى الحب والانتماء، اتكلم وهو بيتكلم على ردود الفعل على تتويجات الأهلي، ردود الفعل من المنافسين، في تشبيه هؤلاء أو النادي اللي بينتمون إليه بسيد العمدة. فالكابتن خالد الغندور يسكت، نجم نادي الزمالك السابق، أحد أكثر من توجوا ببطولات مع القلعة البيضاء والإعلامي الأول في قناة نادي الزمالك، ما يسكتش، فشبه بعض الإعلاميين من النادي المنافس بل والنادي المنافس بوداد ودلال. ده بيتكلم على انه
ده ضعيف وعامل نفسه كبير، وده بيتكلم على انه ده بياخد الحق وبياخد اللي اكتر من الحق باي اسلوب ممكن. مش عيب بقى ده اسمه كلام؟ عيب طبعا. عيب ليه؟ لانه اسمين كبيرين جدا مؤثرين جدا، وفي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على أهمية الكلمة وعلى انه عادي ان الناس تقول رأيها، لكن مش عادي ابدا انك تجرح في غيرك، وفي الوقت اللي احنا بنقول ما ينفعش المواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تقود الاعلام او تؤثر في الاعلاميين، وان الاعلامي لازم هو اللي يؤثر حتى وان انتشر الخطأ على مواقع التواصل الاجتماعي، بنلاقي انه رموز كبيرة جدا بتشبه أندية عملاقة كبيرة جدا على مستوى التنافس وعلى مستوى الاسم وعلى مستوى البطولات، بمسلسل كان فيه حالات رتح كصورة بتتنقل من الواقع، لكن هل ده يعبر عن الأهلي والزمالك؟ لا طبعا، لا طبعا. الأهلي كبير جدا والزمالك كبير جدا بنجومهما وبإعلامهما وبجمهورهما وبتاريخهما بكل شيء، وبالتالي انت حتى مش بتتكلم على حد طلع في فيديو على اليوتيوب مثلا او في موقع تواصل اجتماعي او حتى او حد، يعني كل الناس ليهم كل الاحترام طبعا، لكن بتتكلم على رئيس شركة الكرة في النادي الاهلي، وبتتكلم على عضو لجنة فنية في نادي الزمالك وإعلامي له تاريخ مع الإعلام وقائد ارتدى شارة قيادة نادي الزمالك وهو ليس بالأمر الهين، وبالتالي تأثير الكلمة، والحقيقة أنا عارف أنه هيتقال لي أنه ده اللي بدأ وده اللي رد، كالعادة لما بتكلم في أي حاجة بيقول لي ما أنت شمعنا ده اللي بدأ ومفهوم ما تديش ده، تمام تمام عندك حق 100% أنت صح، فأيا ما كان مين اللي بدأ ومين اللي رد فهو أمر لا يليق أبداً باسمين كبيرين يحملان اسمين في غاية القوة وفي غاية العظمة، الأهلي والزمالك. ولكن بكل تأكيد هو المعبر الوحيد عن ده هو النجاح الكبير اللي شهده هذا المسلسل، وأكيد أكتر حد فرحان دلوقتي هو المخرج الكبير محمد سامي الكبير، لأن أنا أحد يعني جمهوره واحد من جمهوره، لان ياما يعني تقريبا انا مش بتابع مسلسلات كتير، بس اغلب المسلسلات اللي بتعجبني في رمضان بتكون من اخراج محمد سامي، اللي اكيد سعيد يعني بان اسم المسلسل ما زال متصدرا للمشهد، لكن اكيد يعني لو سالته مش هتلاقيه مبسوط بانه يتشبه الاهلي والزمالك بهذه الشخصيات في المسلسل، وكلهم طبعا نجوم كبار، يعني سواء كابتن احمد فهيم الزميلة والفنانة جولي بكر، الفنانة إيمان العاصي، وطبعا الفنان محمد رمضان نجم أو النمبر ون كما يلقب نفسه. طيب خلينا نروح بقى لنقطة مهمة قوي قوي قوي، وهي قبل ما ننتقل لفقرة الأخبار السريعة. النهاردة اختتمت فعاليات النسخة الأولى من بطولة دوري الساق الواحدة، مجموعة من الأبطال حاربوا واجتهدوا وسعوا بقالهم سنوات سنوات علشان يوصلوا للمشهد بتاع النهاردة، مشهد ختام النسخة الأولى من دوري الساق الواحدة المصرية. قعدوا سنوات طويلة عندهم أمل إن هم يكونوا فرق، وإن ما يكونوش بس مجرد تجمعات أسبوعية بيلعبوا فيها كورة حبا في هذه الرياضة، لأ هم عايزين الموضوع ياخد صفة رسمية زي ما في اتحاد دولي للعبة، وزي ما في دول عندها دوريات بفرق كبيرة وكتير في العدد. بدأت النسخة الأولى، كل التحية لنادي بيراميدز اللي وثق في هذا الأمر، كل التحية للرعاة اللي وثقوا في هذا الأمر، كل التحية للجمهور اللي شجع في مباريات لدوري بدأ في نسخته الأولى بأربعة فرق فقط، هي بيراميدز، الزمالك، زد، المقاولون العرب. كلهم اجتمعوا في ظروف صعبة مع قلة إمكانيات مادية بدون اتحاد رسمي للعبة،
وتنافس شرس ومباريات قوية فيها توج اليوم واستلم ميداليات ودرع التتويج الأول فريق بيراميدز بعد ما فاز في كل مبارياته باستثناء مباراة النهاردة اللي تعادل فيها أمام الزمالك وصيف هذه البطولة. سبحان الله، بيراميدز لم يتوج حتى الآن بأي بطولة، وأول تتويج في تاريخ بيراميدز جاء في هذه البطولة لدوري الساق الواحدة. الزمالك جاء وصيفا، والمقاولون في المركز الثالث وزد في المركز الرابع. برافو للأندية اللي اهتمت بالأمر ده. لسه البدايات يعني لسه إمكانيات مش عالية قوي، ما وصلناش للي احنا عايزينه، لكن هي بداية رائعة. فبرافو للي اجتهد، برافو للجنة الفنية الكابتن محمد عادل، كابتن محمد علي، برافو للكابتن والصديق خالد عبد الحافظ، برافو للأستاذة سارة، برافو لكل الموجودين في اللجنة الفنية، وبرافو على للجمهور اللي اهتم. شكرا لنادي المقاولون العرب المهندس محسن رئيس مجلس الإدارة اللي فتح أبواب نادي المقاولون العرب لاستضافة هذه البطولة. المهندس محسن صلاح، كنا حضرنا قبل كده المؤتمر الصحفي بكاميراتنا، قال أمر زي ده النادي بكل إمكانياته متاح لهذه البطولة بدون أي مقابل. الكل الحقيقة ساهم ولو بكلمة، ولو بإمكانيات بسيطة، ولو بتحرك، ولو بفتح أبوابه للاعبين لسه ما عندهمش عقود، للعبة لسه ملهاش اتحاد، إن هم يوافقوا على تحقيق حلم من أحلام ناس تحدت الواقع الصعب واستمتعت بلعبة بتحبها وشاركوا في هذه البطولة. فانتهت النسخة الأولى النهاردة، نأمل إن النسخة اللي جاية نلاقي فيه فرق أكتر، نلاقي الأهلي بقى بيشارك، نلاقي كل نادي عنده إمكانيات إنه يعمل ده ويضم لاعبين ويدربهم ويديهم مساحة من الملاعب عشان يتمرنوا في هذه الملاعب السباعية، عشان ده بيوفر لنا كمان إشراك للكل. الحقيقة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتم بده وحضر العديد من المباريات، حضر العديد من الجلسات والمؤتمرات الصحفية. برافو لكل القائمين على هذا الحدث. احنا على فكرة عندنا بنستضيف بطولة افريقيا، عشان تفهموا الاهتمام بقى عامل ازاي بهذه اللعبة. بطولة افريقيا في شهر نوفمبر اللي جاي على مستوى المنتخبات من 16 منتخبا. المغرب عندها فريق كبير قوي، انجولا بطل عالم. هنا في مصر في نوفمبر بنستضيفها، وعندنا امل ان احنا كمان نقرب. بيراميدز هو اقوى هذه الفرق، هو بيمثل تقريبا 90% من منتخبنا الوطني للساق الواحدة. ان شاء الله كمان نقدم، لان هي مؤهلة الى كأس العالم، ونشوف كمان نجاحات ونجاحات لكل اللعبات ومنها لعبة الساق الواحدة. برافو وفخورين بيكم وبكل من اجتهد من أجل مشهد اليوم اللي تشرفت بأن أنا حضرته الحقيقة في ختام النسخة الأولى. طيب تعالوا مع بعض بقى ننتقل إلى بيان من وزارة الشباب والرياضة النهاردة. بس قبلها ما تيجوا نشوف كده إيه اللي حصل في ماتش ميلان وإنتر ميلانو. اللي بيحصل دلوقتي المباراة كام؟ كانت ميلان وإنتر، كانت المباراة التقدم لإنتر بهدفين، وما زالت النتيجة 2-0، ولكن في الدقيقة 80 من زمن المباراة بيولي ماذا سيفعل؟ ده بيلعب على ملعبه طبعا، مش فارقة، هي نفس الملعب الأسبوع اللي جاي، لكن وكده كده 2-0 زي 3-1، فالدنيا تمام جدا، مفيش أي مشكلة، كأنك هتعيد نفس المباراة دي الناحية التانية، وتشوف بقى مين اللي هيكسب بمجموع المباراتين، وهنتكلم عن ده كمان شوية برضو مع الكابتن عبد الرحمن طارق يحيى. النهاردة وزارة الشباب والرياضة اللي بتقوم من خلال لجان التفتيش في مهمة عمل واضحة في زيارات إلى الهيئات الرياضية، قالت ده من فترة وبدأت التنفيذ، أصدرت بيانا، وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي. بعد البداية بالأهلي والزمالك، لجان التفتيش تواصل عملها في الهيئات الرياضية. تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يحملون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات، والتي بدأت أعمالها بأندية الأهلي والزمالك.
ولم تواجه اللجنة بعد مرور عدة أيام على عملها بناديي الأهلي والزمالك أي عقبات تتعلق بتقديم المستندات والأوراق والملفات والدفاتر اللازمة لاستكمال عمل تلك اللجان، وذلك تمهيدا لبدء مرحلة المراجعة للتقارير المالية النهائية متضمنة أعمال الفحص المالي والإداري لكل هيئة على حدة. وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تلك اللجان استمرار عملها بدقة متناهية ودقيقة لكافة أعمالها وفحصها للمستندات والدفاتر، فضلا عن تكثيف عمل تلك اللجان حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية بالدولة في أقرب وقت ممكن. بيان مهم، كويس ان بيتم فيه اطلاع الرأي العام على المستجدات، لان ده امر مهم جدا الحقيقة، والتركيز على ان الموضوع فيه دقة ومراجعة واضحة، وان بداية مرحلة المراجعة لإعلان النتائج. لو افكركم بس بالبيان الاول لوزارة الشباب والرياضة في النقطة دي، انه قال انه في اخطاء مالية ممكن تكون واقعة، وانه في اخطاء ومخالفات ادارية ممكن تحصل، فاحنا دورنا هو رقابي. وقالوا من ضمن الحاجات انه في احيانا اخطاء ومخالفات مالية وادارية بتقع فيها الهيئات الرياضية عن دون علم، لكن دورنا ان احنا نحط ايدينا على الخطأ. يعني من الاخر ممكن تلاقي مخالفات مش مقصودة بس هي مخالفات، فالوزارة لازم تقوم بدورها الرقابي، وده اللي أكدت عليه الوزارة في بيان رسمي، والنهاردة بتوضح ماذا ستفعل. وده أمر الحقيقة إيجابي، يعني نتمنى أن ما يكونش ولا مخالفات هنا ولا مخالفات هنا ولا مخالفات هناك في اللي جاي يعني، لكن ده دور من الأدوار المهمة جدا، لأنه الضبط والرقابة أمر من الأمور اللازمة. طيب نرجع بقى للزمالك. مباراة الزمالك امبارح مع بروكسي اللي انتهت بفوز الفريق الأبيض في الكأس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد القرارات الجدلية اللي فيها لجنة الحكام اتخذت قرارا برئاسة فيتور بيريرا بإيقاف الكابتن وليد عبد الرازق حكم المباراة لمدة شهر عن إدارة المباريات. مصدر من لجنة الحكام لما سألناه فقال لنا المعلومة، وقال انه ده بسبب بعض القرارات الخاطئه اللي وقع فيها حكم المباراه. طبعا ده امر غير معلن بشكل يعني رسمي من جانب اللجنه، لكن ده ما علمناه. الكابتن وليد عبد الرازق كان امبارح كتب بوست على صفحته على الفيسبوك بعد المباراه، واتكلم يعني انه اشاره كده الى انه بيثق في الله وانه بيثق في نفسه دون ان يشير باي شكل واضح الى مستواه او قراراته التحكيميه في مباراه الفريق الأبيض مع فريق بروكسي. نروح بقى للزمالك برضو لكن على مستوى زيزو. سألنا مصدر في نادي الزمالك هل بالفعل زيزو جاي له عروض للانضمام إلى أي فريق خارجي في فترة الصيف، فكانت الإجابة إن على الأقل حتى الآن رسميا لم يصل إلينا أي عرض، وإنه إذا جاء عرض إلى نادي الزمالك بخصوص أي لاعب وتحديدا زيزو ردا على سؤالنا، فساعتها لن نتوقف إلا بمراجعة العرض وقراءته وتحديد ما فيه مصلحة النادي ومصلحة أحد أهم نجوم الفريق الأبيض والنجم الدولي لنادي الزمالك، سواء من أندية أوروبية أو خليجية. فالفريق هيدرس كل العروض المتقدمة إلى النادي أو المقدمة إلى النادي. وقال أنه يعني في الآخر زيزو طبعا كان جدد عقده الموسم اللي فات بنهايته، وكان أحد العقود القياسية في نادي الزمالك الأعلى أجرا داخل الفريق الأبيض. قلت لكم أنا كل ما هقول لكم خبر شبه كده هفكركم باللي قلناه، أن الزمالك بيحاول أن يحط سياسة جديدة على مستوى الإنفاق، فيعني أي فرصة هتيجي لأنه يتخلص من حمل مالي عليه ممكن ينفذه، سواء بقى هو بيجدد سواء بقى وهو بيجي له عروض، فبيفكر بهذه الطريقة. تعالوا نروح إلى تونس من جديد عشان نطمن على الأهلي ونطمن على مواجهة الأهلي مع الترجي، وكيف يرى نجوم أيضا الكرة التونسية هذه المواجهة المرتقبة. معنا على التليفون الكابتن سامي العروسي نجم الكرة التونسية ونجم الترجي السابق. كابتن سامي أهلا بيك. كابتن سامي
طيب هنرجع مرة تانية للكابتن سامي خلال الدقائق المقبلة. وبمناسبة الأهلي تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل في الأهلي على مستوى الصفقات وعلى مستوى القادمين أو على مستوى الراحلين. لكن بعد ما نرحب بالكابتن سامي العروسي من جديد نجم تونس والترجي. كابتن سامي أهلا بيك منورنا. أهلا بيك وأهلا بسيد المشاهدين. سعداء بوجودك معنا. مباراة مرتقبة بين الترجي والأهلي في رادس يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كيف ترى هذه المواجهة في ضوء مستويات ومعطيات الفريقين حاليا؟ تقريبا شكرا على الاستضافة. أولا تقريبا المقابلة المنتظرة بين الأهلي والترجي هي مقابلة كبيرة، مقابلة زوج فرق كبار، لكن تم خاصيات جديدة على المقابلة هذه ما كانتش في الحسبان، يعني خاصة الفريق الترجي وخاصة غياب الجمهور. معناتها العقوبة اللي غياب الجمهور كانت مؤثرة نوعا ما على الجماهير اللي نافذة في تونس اللي حبات الترجي التونسي، لأنهم كانوا يستناوا من المقابلة هذه باش تكون مقابلة، قولوا احنا مقابلة جميلة، مقابلة فرجة، مقابلة جمهور، مقابلة نصف نهائي. نعم معي كابتن سامي. حسيت ان التك الصغيره دي معناها ان الخط فصل. طيب ممكن نبقى نرجع للكابتن سامي كمان شويه، لكن اقول لكم انه على مستوى الاهلي لسه معانا كابتن سامي. اهلا بيك مره ثانيه. لسه معك. اهلا بيك. نعم يعني نعم تحدثت عن تاثير محتمل لغياب الجمهور في هذه المواجهه، هل ترى انه ممكن يكون ليه تاثير فني على الترجي الغياب؟ غياب الجمهور ليه تاثير فني ايضا. الاصابات للترجي خاصه من ناحيه الهجوم، الترجي فاقد للاجنحه نتاعو، فاقد للهوني، فاقد للبن عياد. الترجي ليس في احسن حالاته معناتها، لكن ديما يقعد الترجي، يقعد فريق كبير، يقعد الفريق اللي يتهاب منه كما الاهلي المصري في دور المجموعات ما كانش في احسن حالاته، لكن تغيرت المعطيات ولا تويكا يعني خذ العامل النفسي يعني في صالح الاهلي المصري. لكن نعم. ديما 90 دقيقة ديما فوق الميدان ثم الحاجات المتخبية، يعني ما نجموش نزم والا ما نجموش نتكهنوا بنتيجة المباراة قبل ما تبدا 90 دقيقة. نعم. من من لاعبي الفريقين تعتقد ان يحدث فارقا سواء في الترجي او في الاهلي كابتن سامي؟ نتصور نبيل معلول يعني مش باش يجازف برشا في الترجي، مش باش يجازف هجوميا، لانه يعني النتيجه باش تحسم على 180 دقيقة ماهيش باش تحسم في 90 دقيقة، وخاصة انه 90 دقيقة في تونس. نتصور نبيل معلول اللي اللاعبين المؤثرين اللي عنده تويك، عنده بن رمضان، عنده ينجم يستعمل الكرات الثابته كوليبالي، ينجم يستعمل الهجمات المعاكسه على بن حموده، ينجم يستعمل ايضا الاجنحه نتاعو اللي زارياه معناتها نقولوا احنا المدافع الايمن والايسر في التفوق العددي. لكن الاهلي عنده اكثر من لاعبيه في الحاضرين، عنده كهرباء، عنده معلول، عنده سناوي حارس مرمى، عنده يعني الاهلي عنده خاصيات، عنده تاو الجنوب الافريقي، عنده لاعبين ينجموا يحضروا الفارق يعني، وخاصه انهم في قولوا احنا خارجين من ربع نهائي مع الرجاء، وخارجين من سوبر كوب يعني مع الفوز السوبر كوب المصري يعني خليهم نفسانيا ومورال نقولوا احنا وعندهم الدافع الاكثر من الترجي اللي هو خارج من من خساره في الدربي، خارج ايضا من زوج هزايم ولا ثلاث هزايم في البطوله. نعم. ترتيب غير راضين عنه الجماهير. يعني الحالات الكل تاثر نفسانيا على سلبا على فريق الترجي. نعم. كابتن سامي العروسي نجم الكرة التونسية والترجي التونسي أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وإن شاء الله نستمتع بالمباراة. هي في طبعا النبرة نفسها واضح أنه في غياب للتفاؤل بالنسبة للترجي، ولكن ده أكيد مش حطه في باله مارسيل كولر، لأنه في الآخر الكبير اللي زي الترجي لازم تبقى طول الوقت حريص مهما كانت حالته الفنية ما قبل المواجهة،
وبالتالي في بيتكلموا نفسيا ومعنويا وفنيا الترجي في حالات متراجعه، ولكن اكيد الاهلي بالنسبه له ما بنتغفلش، مواجهه الترجي مواجهه قويه، والترجي فريق كبير وبنلعب على ارضه، فمواجهه لازم لها تركيز شديد وكيفيه التوازن والقدره باذن الله على تحقيق نتيجه ايجابيه. طب نروح للخبر اللي بقى لنا 3 دقائق عايزين نقوله. ديانج كان من فتره في كلام على انه ممكن يمشي من فتره دي اللي هي من كذا سنه، وانه كان في عروض والاهلي وصل الى حد المطالبه ب 7 مليون دولار اذا اراد اي نادي التعاقد مع لاعب الوسط المالي اليو ديانج. لكن الفتره الحاليه شهدت مرونه عند مسؤولي الاهلي في انه يبقى عندهم استعداد لان يرحل اليو ديانج عن الاهلي اذا جاء عرض ربما يصل الى نصف ما كان يطلبه الاهلي سابقا. يعني لو الاهلي كان بيطلب 6 فما عندوش مشكله في الثلاثه، 3 مليون دولار اذا حصل ان في عروض، لانه دلوقتي بيفكر في حاجتين، ربما انه بقى عنده خط وسط في قوه، في تجانس، في امكانيات مختلفه سواء دفاعيه او هجوميه، وبالتالي مش هيبقى في ضرر اذا رحل اليو ديانج. رقم 2 كمان انه اللاعب مستواه في الفتره الماضيه مش في افضل الحالات، وبالتالي هم شايفين ان هم خدوا منه الجيد، وممكن يكون عادي ان يبقى في مرحله جديده ويستفيد الاهلي ماديا ومش هيتضرر فنيا اذا رحل اليو ديانج في المرحله الحاليه. في نفس الاطار بقى على مستوى القادمين، بما اننا بنتكلم على المحتمل رحيلهم وبنتكلم على واحد اجنبي، يعني هيبقى سايب مساحة لأجنبي جديد، فالأهلي بيفكر لسه في المهاجم، بيفكر في جناح أو مهاجم، والأولوية بكل تأكيد لمهاجم، أو جناح بيلعب مهاجم مفيش مشكلة، بس الجناح يأتي خلف مرتبة المهاجم الصريح بالأساس. إزاي بيفكر الأهلي؟ الأهلي قالها صريحة، عندنا مشكلة مادية، عندنا مشكلة في السيولة، وبالتالي الأهلي بدأ يرجع للاختيارات اللي وافق عليها كولر سابقا، لكن بعد عنها الاهلي شويه، وبمرور الوقت عقودها قربت تخلص مع ناديها، وبالتالي الطلبات الماديه من ناديها هتبقى اقل من السابق، وبالتالي ممكن وصفها بالصفقات المجانيه او شبه المجانيه، لعيبه فري لكن كانوا في او عقدهم بيخلص بعد اشهر قليله. وبالتالي الاهلي بدا يفكر في ده لان هو حاطط 2 مليون دولار قيمه التعاقد مع المهاجم المقبل الى جانب اللي هيحصل عليه اللاعب، وبالتالي ما بقاش الموضوع بعيد عن كده، لانه هيبقى صعب بالنسبه للاهلي انه يدفع فلوس اكتر من كده، وبالتالي بيشوف اللعيبه اللي كانت عاجبه بالفعل مارسيل كولر. وعموما يعني بيبقى حاجه كويسه طبعا انه يبقى انت بتجيب لعيب جيد ومعجب بيه المدرب، وفي نفس الوقت القيمه اقل من سابقا. واعتقد الاختيارات موجوده، يعني هي الاهلي بيعتمد على ايه دلوقتي؟ على الكشافين، فريق الكشافين اللي الكابتن هاني رمزي بيقوده، بالفعل بدا يشوف ناس وبدا يطرح اسماء وبدا يرجع لاسماء قديمه، وبالتالي ده بيشوفه. بيرسي تاو هل 100% مكمل؟ لا، بيرسي تاو تحت التقييم. كلمه تحت التقييم دي احيانا يعني بتحسس اللي بيسمعها انه ايه ده، هو انا قليل؟ هو مش معناه ان هو قليل، هو معناها انه الاهلي دلوقتي بينظر في استمراريته على الاداء الجيد كي يحدد سيستمر ام لا. ايه اللي بيحدد او بيقيم ده؟ حاله اللاعب البدنيه. اذا استمر في الحاله الجيده اللي هو عليها بعيدا عن الاصابات فقد يبقى. اذا تعرض لاصابات جديدة فيما تبقى من الموسم فالأقرب هو أن يقبل الأهلي برحيله. اللاعب غاب فترات طويلة فالأهلي ما استفادش منه رغم الإنفاق اللي اتدفع في تعاقد الأهلي معاه من برايتون، ورغم المرتب الكبير اللي بيحصل عليه، كان اتدفع 1.8 مليون دولار وهو مرتبه تقريبا مليون دولار، وبالتالي لو الأهلي حس أنه مش عارف ياخد منه 100% من إمكانياته سيوافق على بيعه، وده كان هيحصل في يناير وكان هيحصل في الصيف. لكن اللاعب في الفترة الحالية بيقدم مستويات جيدة، مش ممتازة لكن جيدة، وبالتالي الأهلي بيعول على ده علشان يحدد استمراره. الراجل كولر معجب بيه بل وبيعتمد عليه بشكل أساسي، وده اللي مخليه مكمل مع الأهلي حاليا.
طب ماذا عن الصفقات الأجنبية في الدفاع؟ هل ممكن بينما يفكر الأهلي أن الأساس بالنسبة له أجنبي مهاجم أو جناح، فما عندوش مشكلة بما أنه برضو عايز مدافعين أن يكون قدامه حلول يقدمها للمدرب منها الأجانب في المراكز الأخرى الدفاعية، قلب الدفاع، وده كان موجود في الصيف اللي فات أن الأهلي كان عايز مدافع، وده كان سواء برأي لجنة التخطيط ورأي حتى دلوقتي كولر، وقلناه من فترة طويلة أنه عايز أجنبي، عايز مدافع قصدي. فما عندوش مشكلة لو بص على شمال أفريقيا وشاف مدافعين سواء من شمال أفريقيا أو أجانب في الدوريات العربية أو الدوريات الخليجية مثلا، خصوصا أن كولر زي ما قلت لكم طلب مدافع، وبالتالي موجود الاحتمال ده. زي ما الأهلي كان بيدور على مهاجم فجاب لعيب خط وسط أجنبي جزائري اللي هو أحمد القندوسي باعتبار أن هي صفقة بتضيف ومفيدة للمستقبل. هل مركز الظهير الأيسر ضمن الاختيارات اللي ممكن يفكر فيها الأهلي على مستوى الأجانب؟ نعم. هتقول لي ومعلول موجود، أقول لك لا، على مستوى إذا رحل معلول بيحط في عينيه دلوقتي بعينيه مركز في خيارات ممكن يدعم بها مركز الظهير الأيسر ما بعد علي معلول. بتكلم هنا على مستوى الأجانب باعتبار أن الخيارات المحلية مش كتيرة. محمد حمدي مكمل مع بيراميدز، أحمد فتوح اتقال من وقت للتاني أن ربما من الخيارات، لكن اللاعب قال أنا مكمل في الزمالك، وبالتالي المراكز مركز ظهير الأيسر مش متوفر قوي على مستوى المحليين بالنسبة للأهلي. لكن في نفس السياق يمكن على مستوى اللعيبة اللي ممكن ينتقلوا من نادٍ إلى آخر، فالناس اتكلمت على سيف فاروق جعفر انه يكون الاهلي حطه في باله مثلا بما ان عقده بينتهي بنهايه الموسم ولسه ما جددش مع الزمالك. الحقيقه انا ما اشوفهاش قوي، يعني ما احسش ان الاهلي محتاج سيف فاروق جعفر لسببين بكل وضوح. يعني رقم واحد ان الاهلي عنده خط وسط جيد جدا لا ينقصه لاعب، ثانيا ان بكل صراحه سيف فاروق جعفر لم يصل إلى المرحلة الجيدة الفنية اللي تخليه في اهتمامات الأهلي، ده وجهة نظري الفنية. لعيب جيد جدا وعنده مستقبل قوي جدا، لكن ما شوفش إن هو لسه، أنا ده توقعي على فكرة مش معلومة، لكن إلا بقى لو الموضوع بالنسبة للأهلي إنه زيادة الدعم المستقبلي، وفي نفس الوقت فكرة إنه لعيب من الزمالك ودي بتبقى دايما جماهيريا يعني بتبقى قوية ونجل أسطورة الزمالك. يعني هو كان وهو صغير قال أنا زمان أهلاوي، وفاكرين الفيديو الشهير وهو طفل على رجل والده الكابتن الأسطورة فاروق جعفر. كولر وعبد القادر عارفين طبعا أن في عرض من سيسكا موسكو بدون أرقام، مجرد إحنا عايزين أحمد عبد القادر. كولر قال أنا ما عنديش مشكلة من الناحية الفنية إذا رحل عبد القادر، ولكن أنا وجهة نظري أنه مش هيتأقلم أحمد عبد القادر في روسيا إذا انضم. ده غير انه اتكلم على انه الدوري الروسي او الفرق الروسيه ممنوعه من اللعب في البطولات الاوروبيه، ما بيلعبوش. سيسكا موسكو فريق كبير بيلعب في دوري ابطال اوروبا في العادي، دلوقتي في المركز الثاني حتى على مستوى الترتيب في الدوري الروسي، لكن روسيا من السنه اللي فاتت بالظبط من مايو طلع قرار من اليويفا ان هو ما يلعبوش في بسبب الغزو الروسي على اوكرانيا، وبالتالي بيقول ان ده مش هيكون مفيد للاعب نفسه، لكن اذا حصل انا ما عنديش مشكله من الناحيه الفنيه أن ينتقل أحمد عبد القادر الجناح الأيسر إلى فريق تسيسكا موسكو إذا أصر على ذلك. أخيرا وقبل الفاصل اسمح لي بس يا أستاذ وليد هنزل أجيب الخطاب ده. امبارح هنا في مقر القناة وصل لنا أو وصل لي يعني من خلال زملائي عبر البريد المصري هذا الخطاب من احد المشاهدين الاعزاء، والحقيقه حقه علينا ان احنا نقرا له لان هو اهتم، بنقدر تماما مجهودك. الاستاذ الصغير السيد محمد احمد من الشرقيه ابو كبير، مركز ابو كبير يعني، وفي خطاب من كام ورقه، من 10 ورقات، كاتب لنا رساله هلخصها لحضراتكم على قد ما اقدر. يعني ان هو بدايه اعرفك بنفسي، الاخ المحترم هاني حتحوت، اسمي الصغير السيد محمد احمد، محاسب قانوني صاحب مكتب، وهو الحقيقه
من اسلوبه واضح ان هو ما شاء الله حتى اللغه العربيه سليمه، الخط جميل جدا. انا بحيي حضرتك وبشكرك اولا على الرساله والاهتمام بالمتابعه والاهتمام بابداء رايك المحترم باسلوب محترم جدا. ثانيا اسجل اعجابي الشديد بك كمقدم برامج رياضيه متميز ولكونك مثقفا وتتمتع باسلوب راقي ومهذب في تناولك للمواضيع والقضايا الرياضيه. ونظرا لان بين قوسين الحلو ما يكملش، فاني لي بعض الملاحظات على بعض المواضيع والقضايا التي تناولتها في الاونه الاخيره اريد مناقشتها معكم كي تتبين الحقيقه لي ولسيادتكم ولمشاهدي برنامج الممتاز الماتش، مع رجائي بالاشاره الى هذه المناقشه في البرنامج لسببين هما: الاول أن تصحح سيادتكم لي معلوماتي التي سأذكرها لاحقا في هذه الرسالة، خاصة وأنني لا أخجل من التعلم وتصحيح مفاهيم وحقائق خاطئة كنت أعتقد أنها صحيحة. الثاني أن تتأكد سيادتك بأن تناولك لهذه المواضيع والقضايا كان مشوبا بالقصور ومبني على مفاهيم غير صحيحة، وأعتقد أن هذا أيضا ليس عيبا، فالرجوع للحق فضيلة. ويكفي أن المولى عز وجل اسمه الحق. وفيما يلي أناقش سيادتكم في موضوعين تم تناولهم مؤخرا في برنامج الماتش، أرجو منكم ساعة الصدر والرد على ما أكتبه من خلال البرنامج للوقوف على الحقيقة لي ولكم وللمشاهدين. الموضوع الأول تناولت في حلقة السبت 6/5/23 مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات العربية، سجلت اعتراضك على من إدارة بيراميدز وجهازهم الفني والمنظومة على تحيز اتحاد الكرة واللجنة، يعني اعتراضات إدارة بيراميدز على الاتحاد إن هم على مستوى عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي وعدم تخصيص الشركة المنظمة لتذاكر كافية، وعلى مستوى الصف الأول في المقصورة لمسؤولي بيراميدز وإن مقعد واحد في حين تم تخصيص 4 للأهلي، إلى جانب الأخطاء التحكيمية المؤثرة. ليس لي اعتراض على كل هذا السرد لشكوى نادي بيراميدز، لأن هي في الآخر وجهة نظرهم من حقهم طرحها للمناقشة، ولكن والكلام على لسان الأستاذ الصغير السيد محمد أحمد، قال: اعتراضي يا عزيزي على إبداء رأيك في القرارات التحكيمية إنها كانت ظالمة لنادي بيراميدز ومؤثرة في نتيجة المباراة، خاصة ضربة الجزاء المحتسبة للأهلي وعليها خلاف بين قوسين على حد قول سيادتك، وواقعة الشناوي حارس الأهلي مع لاعب بيراميدز الشيبي لعدم إخراجه الكرة خارج الملعب، والتي رأيتها سيادتك أنها تستحق بطاقة ملونة بين قوسين حمراء وليس صفراء لحارس الأهلي، بل وذهبت لأكثر من هذا بأنك أيدت الأبواق التي تطالب بإحالة محمد الشناوي وعلي معلول للجنة الانضباط لاتخاذ قرار ضدهما في هذه الواقعة، وقلت بالحرف الواحد إن إحالة الواقعة للجنة الانضباط ليس عيبا بل أمر طبيعي لا يغضب أحدا من أجل أن تستقيم الأمور في الوسط الرياضي. وهقف عند النقطة دي علشان أرد على كل نقطة، إنه أولا أنا فعلا قلت إنه محمد الشناوي استحق بطاقة حمراء، مجرد رأيي الذي أحترم جدا الاختلاف بتاع حضرتك معاه واختلاف حتى الخبراء التحكيميين، لأنك أشرت إلى أن الكابتن وجيه أحمد كان شايف أن هي صفراء، وأنا أصريت من خلال أسئلتي في أن أنا بصور مختلفة أن أنتزع إجابات أخرى. الحقيقة أنا لم أحاول انتزاع إجابات أخرى، أنا مجرد حاولت الوصول إلى ما في داخل الكابتن وجيه أحمد، وده أسلوبي أن أنا بسأل على قد ما أقدر ربما يفكر، وفي نفس الوقت علشان أوضح للمشاهد كل الأسئلة اللي بيحاول يسألها. طب مش ده ضرب؟ طب ده ليه اعتبرناه إنذار مش طرد؟ حتى على فكرة لو أنا كنت مقتنع أنه ما يستاهلش ولا إنذار ولا طرد كنت هسأل نفس الأسئلة دي بأسلوبي، لأن أنا عايز أبقى بوصل لتوضيح مفهوم تحكيمي للمشاهد مش عشان عايزه يغير رأيه. ده بأكد لك ده. ثانيا هو بيقول إن الراجل كان نايس يقول لك كفاية يا عم هاني. ثانيا وبالتالي أنا ما كنتش عايزه يغير رأيه، أنا كنت عايزه يوضح ليه هي إنذار مش طرد. ثانيا في العديد من الخبراء التحكيمين مع الكابتن وجيه أحمد كان رأيهم إن هي إنذار، وفي العديد من الخبراء التحكيميين كانوا نفس رأيي اللي قالوا ان هو ان هي استحق طرد. ده على موقع بطولات عملوا حوار مع حكم نهائي مونديال 2006 ما بين ايطاليا وفرنسا، الحكم الارجنتيني اوساهايو، صح؟ عايز افتكر اسمه بالظبط عشان هو اسمه صعب شويه عليا، انا اسف.
اسمه اوراسيو اوراسيو ايه؟ اليزوندو، اوراسيو اليزوندو، مظبوط صح، شكرا لحسين غريب. اهو الراجل قال ان محمد الشناوي استحق بطاقه حمراء لانه كان اندفاعا جنونيا يعني، وقال انه اعتقد حتى لو كان الاهلي بيحاول يضيع وقت فانا من غير ما اشوف المباراه دي كانت لقطه تستحق الطرد. وقال برضو على علي معلول في اطار نفس التصريحات ان استحق الطرد. انا هنا مش بادعو من جديد بقى انه القصه، انا مجرد بقول ان رايي ممكن يبقى زي راي حضرتك بيقول ان هي استحقت انذارا، ورايي بيقول زي رايي ان هي استحقت بطاقه حمراء، مجرد راي عادي جدا. رقم اتنين، انا لم ادعو لتحويل القصه الى لجنه الانضباط، لم ادعو لكده حقيقة. هنا اسمح لي اسات فهمي فقط، ان انا بقول انه كان في اشاعه نزلت الصبح يومها انه احاله قصه معلول والشناوي الى لجنه الانضباط، وانا كان رايي ان هو ليه المواضيع اللي زي دي بتبقى اشاعات؟ ما لو حاجه تستحق الاحاله للجنه الانضباط يتم احالتها بكل هدوء من غير ما نضطر نروح وننفي ونتاكد واشاعه، ولو ما تستحقش شكرا. احنا عايزين نعود الناس ان تستقيم الامور بان الحالات ببساطه، الاحاله للجنه الانضباط هو امر زيه زي قرارات لجنه الانضباط والمسابقات، وزيه زي اعلان جدول المباريات، ما هو جزء من المنظومه. فلو حاجه تستحق تحال، لو حاجه لا تستحق لا تحال، وما نبقاش عايشين في قصه الشائعات والتاكيد والنفي. ده اللي اقصده، مش اقصد ان الحاله دي لازم تروح لجنه انضباط، ما دعيتش انا لكده، حتى لو كان ده جوايا او مش جوايا. انا هنا انا بقول ان انا لم ادعو لاحاله قصه الشناوي وعلي معلول الى لجنه الانضباط. وحضرتك اشرت بعدها الى وجه اعتراض انه لست أنا خبيرا تحكيميا حتى أدلو برأيي وأصر عليه على أنه الصواب، ودي أرجع لها في النهاية في نهاية الحديث عشان ما بقاش طولت على حضراتكم. يعني سريعا قال إنه أكتر من حكم قال الكلام ده، وإنه أداء موضوع احتجاج بيراميدز للوقوف دون تدخل من سيادتك أو إبداء رأي ما قلتش يعني إنه باقي على باقي الآراء في بعض الحالات. تأكد لسيادتك من خلال المداخلة مع الحكم جهاد جريشة في برنامجك وكذلك محاورتك مع الكابتن وجيه أحمد على رأي وعلمك برأي الكابتن أحمد الشناوي والكابتن سمير عثمان إن ضربة الجزاء المحتسبة للأهلي صحيحة، إن أنا كنت قلت إن هي فيها وعلي. على فكرة نفس الحكم اللي هو الأرجنتيني ده قال إن هي مش ضربة جزاء، أنا قلت ليها وعليها، ما قلتش إن هي مش ضربة جزاء، ما قلتش إن ضربة جزاء، بقول إن ليها وعليها، يعني تتحسب أو ما تتحسبش، مجرد ده كان رأيي. وقال إن كمان علي جبر كان يستحق بطاقة حمراء، وأنا قلت إن هي برضو ليها وعليها، قلت إن عليها خلاف يعني، وإن الأهلي دي كان عليها إجماع ومش عليها اختلاف. وبعدها إزاي تطالب بإحالة محمد الشناوي وعلي معلول لجنة الانضباط واتخاذ قرار في واقعة كانت أمام الحكم ومساعده وفي ظل وجود تقنية فار وليست يعني برا الملعب، واتخذوا فيها قرارا بعدم معاقبة اللاعبين، ألا ترى أن في هذا إقرار هذه السنة تدخل في القرارات التحكيمية غير قانوني؟ برجع بس وأقول أنه هي دي نقطة مردود عليها، أن أنا أساسا لم أدعو لإحالتها إلى لجنة الانضباط، ولكن إذا أو لو كنت دعيت، فبس أحب أوضح لحضرتك أن هي الغلطة هنا عند حضرتك، واسمح لي أنه لجنة الانضباط من حقها إصدار قرارات في كل ما يحدث في الوسط الرياضي، سواء كان تصريحات، سواء كان حالات بره الملعب، سواء كان حالات جوه الملعب، حتى الحالات اللي جوه الملعب اللي ذكرها الحكم أو لم يذكرها لجنة الانضباط من حقها أن هي تطلع فيها قرارات. ده مجرد توضيح، وأنا لم أدعو إلى إحالة قصة الشناوي ومعلول إلى لجنة الانضباط. يعني قصة كهربا وإنه لعب، وهو هنا بقى أستاذ الصغير اتكلم على تسلسل زمني للأحداث، إنه أنا برضو ما قلتش كل تسلسل الزمني، وهو شرحه بإنه الأول كان بعد نهاية المباراة، حصل يوم 21 يناير، وإنت كالعادة كان عندك السبق الإعلامي بإنك نشرت أو اتكلمت على فيديو محمود كهربا وهو تحفيل مع جماهير الأهلي أو احتفال مع جماهير الأهلي يحمل عبارات إساءة للنادي الزمالك وقامت الدنيا ولم تقعد رغم عدم إدراج الواقعة في تقرير الحكم. دي بقى النقطة اللي لجنة الانضباط برضو بتتدخل فيها،
انه مش لازم تكون مذكوره في تقرير الحكم، لجنه الانضباط من حقها الاعتماد على فيديوهات رسميه وغير رسميه بعد التاكد منها، وده اللي اللجنه قالت ان هي تاكدت منها، وقال انه على اثر الحمله اللي قامت بها اداره الزمالك وقناته والقنوات الخاصه ومنها قناه سيادتك، انا اقسم بالله لم اقم بحمله ضد كهرباء او لعقوبه كهرباء، انا مجرد قلت بالظبط في 30 ثانيه كهرباء خلي بالك انت لسه راجع من ايقاف، انت لازم تكون احرص الناس على الا توقف من جديد فقط، ولا اتكلمت وبعديها بقيت اتابع الاهلي بيقول ايه والزمالك بيقول ايه، ما قلتش حتى رايي بعد كده، مجرد قلت يومها كده اعتبرتوني جزء من الحمله تمام، لكن انا لم اقم بحمله ولا انا ولا البرنامج، يعني انا بتكلم لما اقول انا اقصد البرنامج ما اقصدش انا كهاني كشخص يعني. وقال بعد كده الناس استدعت استدعاء مماثل لرئيس الزمالك اللي ما جاش، وبعد كده طلع هاجم الزمالك ولم يحرك احد، يهاجم اللجنه ولم يحرك احد ساكنا ويقول عيب، احنا قلنا عيب وياما قلنا عيب في الوقت اللي ما فيش حد كان بيقول فيه عيب، احنا كنا بنقول عيب، مش معناه ان الزملاء ما بيقوموش بدورهم، لكن على الاقل باكد ان لو ما حدش قال عيب فاحنا قلنا عيب عشرات المرات عشرات المرات يعني. وبعديها اكمل ان اللجنه استقالت، وبعديها جت اللجنه الجديده وحققت مع كهربا ولم تحقق مع رئيس الزمالك لوجوده في السجن، وبعديها اصدرت اللجنه قرارات على كهربا وعلى رئيس الزمالك والتي تعلمها جيدا وتظلم كهربا، فبيقول يعني ان هو ما كانش فيه تاخير في القرار، وانه بعد كده الاهلي قام بالطعن على شرعيه اللجنه، قررت لجنه الانضباط عدم نظر التظلمات، عدم نظر التظلمات يعني، لان اللجنه مطعون في شرعيته. هنا وهنا خلاص اخر صفحه، اوجه لسيادتك عده اسئله نقف من خلالها على الحقيقه اللي يعلمها الجميع، ان في اسباب تانية هي اللي اتاخرت القرار، منها احداث رئيس الزمالك. ده كله قلته يوم ما اتكلمت على انه الوضع كي يستوي لازم يكون في سرعه في القرارات، وهيتكرر تاني لو ما حصلش كذا وكذا وكذا، قلت انه رئيس الزمالك كان اخطا في حق اللجنه فاستقالت، وقلت انه اللجنه اتاخرت في اصدار القرار، فقلت كل الكلام ده وانا لا اختلف معك في اي نقطه منهم بل متفق جدا، وقلنا كل الكلام ده، وفي الاخر قال انه لو مش هترد في البرنامج يعني رد من خلال رقم موبايلي وما تبعتليش واتساب، لان انا ما بستخدمش واتساب، بستخدم الرسائل القصيره، وبيقول لي في الاخر ان انت محترم وابن ناس ومتربي ومثقف وذو افق واسع ومقدم ممتاز ذو اسلوب مميز. انا بشكر، يعني لازم اقول كلمه حلوه بقى، عمال اقول عشان محمود بيقول لي كفايه. عموما انا بشكرك جدا استاذ صغير، وبقدر جدا جدا انك خدت من وقت حضرتك كل ده وكتبت بخط يدك هذه الرساله، واحترم جدا اختلاف حضرتك معانا بهذا الاسلوب الراقي والمهذب. وردا على النقطة اللي قلتها هرد عليها في الآخر، نفكر جديا مع زملائي في برنامج الماتش إن احنا ما نطرحش رأينا في القرارات التحكيمية، مش عايز أحط شرط إلا إذا كانت واضحة جدا، لكن حاليا احنا في مرحلة تفكير إن احنا ما نقولش رأينا أبدا في القرارات التحكيمية تحديدا، والمسؤول أو الخبير التحكيمي يطلع يقولوا خلاص، وإحنا نبعد عن القصة دي بما إنها زعلت ناس كتير، الأهلوية منهم والزملكاويه منهم، وانتوا عارفين ان زعلكم عزيز جدا علينا، واحنا دايما يهمنا سعادتكم وابتساماتكم باذن الله. بعد الفاصل، بعد ما انتهت مباراه انتر ميلانو مع ميلان بفوز الاسود والازرق انتر بهدفين دون مقابل، نفس نتيجه الشوط الاول، عبد الرحمن طارق يحيى رئيس قطاع البراعم في نادي الجونه هنتكلم معاه عن المباراه دي، عن مباراه مانشستر سيتي مع الريال، عن كيفية تنشئة البراعم ولماذا لا ينجح أغلب المحترفين المصريين في الخارج، والأسماء مهما زادت فهي قليلة في الماتش بعد الفاصل، خليكم موجودين معنا. اهلا بكم مره ثانيه في الماتش. من شهرين تقريبا او من ثلاث شهور، من شهرين اعتقد، كان نادي وادي دجله عامل مجموعه من المحاضرات اليوميه للمحاضر الكبير، احد اهم المحاضرين يعني في العالم، مستر ريمون ايفرهاين في نادي وادي دجله، كان لتدريب المدربين على الاساليب الحديثه، والمحاضرات اللي بتستمر من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 6 او ربما اكثر مساء. وكان من ضمن المساعدين لمستر ريمون سواء على مستوى الترجمة أو على مستوى الشرح
او على مستوى وضع بعض التفاصيل اللي ممكن يكون شرحها بالانجليزي مش واضح للمتدربين من المدربين سواء في قطاعات الناشئين في وادي دجله او في الانديه المختلفه. شاب الحقيقه انه جذب الجميع بلغته البسيطه، باسلوبه الهادئ، بشرحه الواضح، بل وحتى بخفه ظله وقت الشرح او وقت ترجمه الكلام العنيف اللي كان احيانا بيكلمنا بيه مستر ريمون. يعني كان ريمون عليه بصه لما بيتعصب، فكان الشاب اللي جنبه لما بيجي يشرح بيشرحها بطريقه ساخره علشان يلطف الاجواء للناس اللي قاعده قلقانة من تصرفات ريمون، لأن الراجل ده كان ممكن يطرد أي حد من المحاضرة وما يخلوش يحضر وما يدلوش الشهادة بعد كل الفلوس اللي دفعت أو بعد كل القصة دي كلها. الحقيقة أنا اهتميت جدا أعرف مين ده، لأنه شرحه واضح أنه هو دماغه كلها كورة، مش مجرد واحد قايم على الترجمة، وده غير الكاريزما الواضحة جدا. كان بجواري أحمد عز الدين المحلل الكبير والمتألق وصديقي وأخويا العزيز، فقلت له هو مين؟ قال لي عبد الرحمن طارق يحيى. قلت له ابن كابتن طارق يحيى؟ قال لي قال لي بس جامد جدا. قلت له انا كنت اصلا بسالك لانه فعلا جامد جدا. فتعرفت على عبد الرحمن طارق يحيى ولقيت ان هو مدرب بالفعل في قطاع البراعم، رئيس قطاع البراعم في نادي الجونه، ومن ساعتها وانا مستني اللحظه اللي احاوره لاني اعتقد ان هنستفيد مع بعض بوجوده معانا النهارده. منور الدنيا يا كابتن عبد الرحمن. نور بيك وبشكرك على المقدمه الجميله دي، يعني اللي ما استحقهاش يعني. تستحقها وده مش رايي، انا اتفاجئت لما قلنا النهارده ان انت معانا، لقيت لي في جماهيريه كبيره يعني في الوسط الكروي. الحمد لله وبرحب بيك وعايز اقول نقطه ان انا اتبسطت جدا 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 بوجود اعلاميين في المحاضره دي. ان الراجل ده راجل محاضر كبير جدا وشخصيه في يعني ليها تقلها في عالم التدريب الرياضي او تعليم المدربين. فوجود شخص بيشتغل في مجال الاعلام في مجال زي ده في المحاضره دي انا خلاني يعني احترم جدا 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 هاني حتحوت، او احترم جدا 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 احمد عز وكل الناس اللي كانت موجوده اللي جايه بجد من 9 لـ5 كل يوم تستزيد من العلم عشان تعرف تتكلم في الكوره احسن من ما هم اوريدي شغالين. بشكرك وانا اتشرفت وقتها بمعرفتك وان شاء الله تدوم المعرفه الجميله. كلمني عن البدايات، انت مبدئيا كده 31 سنه دلوقتي، 31 سنه بدات امتى وعملت ايه حتى تصبح رئيسا لقطاع البراعم في نادي الجونه؟ انا ابتديت من وانا في الجامعه يعني من 2013. انا اصلا كنت بلعب كوره يعني بس يعني على مستوى مش احترافي قوي يعني في نادي الصيد ناشئين ودرجه اولى، وكان ليا فتره صغيره في نادي الزمالك يعني. بعد كده بدات من 2013 ابتديت ان انا بما اني متربي في بيت برضو يعني رياضي، واحمد اخويا كان لعيب في مراحل الناشئين لحد 21 سنه وكابتن طارق طبعا مدرب يعني، فابتديت ان انا اخش في المجال ده بس بشكل مختلف. انا كنت عايز اخد الموضوع من الاساس يعني المشكله فين، ليه لعيبه الكوره عندنا مش بتنافس، وليه بلد زي مصر مش موجوده على خريطه المنافسه العالميه، مش حتى صعود كاس عالم ولا كاس امم او كده. فابتديت من 2013 ان انا كنت بنزل في مع الجمعيات الخيريه ومع المؤسسات المدنيه انه في ناس اصلا مش متاح لها فرصه انها تلعب كوره. مظبوط. فكنت بنزل في منطقه مثلا زي منطقه الطلبيه، انزل مع الاولاد نجيبهم، كانوا بيلعبوا في التراب يعني، بناخدهم وناجر لهم ملعب ونبتدي نعمل لهم برنامج تدريبي ونشتغل معاهم. مين انتوا؟ انا كنت بعمل ده تطوعا مع مؤسسه اسمها علمني، مؤسسه يعني كده بتشتغل في المنطقه دي بتخدم اهل المنطقه. فاشتغلت معاهم حوالي 3 سنين على برامج مختلفه مع الاولاد. وبعدين ابتديت اتعلم شويه، فابتديت اخد القصه في حته طيب تعالى نعمل اكاديميه، فعملنا اكاديميه في اكتوبر، اشتغلنا حوالي سنه ونص. وصدفه بقى الصدفه بعد الـ5 سنين شغل دول لوحدي ان انا قابلت نادر شوقي وكيل لاعبين، طبعا كان ساعتها مسؤول عن نادي الجونه. ايوه. وبصراحه بشكره على الهوى، هو صاحب الفرصه ان انا اشتغل في نادي الجونه، وهو اللي دخلني وابتدينا باكاديميه الاول في المعادي، وبعدين الحمد لله الناتج كان كويس قوي، فانتقلنا بقى لقطاع البراعم اللي هو بقى المواهب اللي بتتاسس من بدري، وابتدينا القطاع بقى من الصفر يعني. من الصفر. وبعد ما هو مشي انت مكمل في نادي الجونه. الحمد لله مكمل في الجونه، دي 5 سنة في نادي الجونه. انت كل اللي حكيته ده بيقول انك انت نزلت الطلبيه والمناطق النائيه وعملت تراب واتحركت، وبعديها مع نفسك عملت اكاديميه. امال الكابتن طارق يحيى عايز تقول لي ان هو ملوش اي دور في هذا المشهد؟
بص كابتن طارق ليه دور خفي يعني يعني انا اي مكان بدخله بسبب الراجل ده انا الناس بتحترمني لان هو على فكره كابتن طارق يعني لا عمره مثلا كان عضو مجلس اداره ولا كان ليه علاقه باتحاد الكوره، مالوش منصب تنفيذي يعني الناس مثلا ممكن تجاملني عشان خاطر كابتن طارق، يعني مفيش حاجه مفيش فايده ان حد يجاملني في مقابل كابتن طارق. ولكن انا الحمد لله كل مكان كنت بدخله كان في احترام مسبق بسبب الوالد، لان الحمد لله سيرته كويسه جدا يعني تاريخه طبعا كلاعب او كمدرب او كحتى دلوقتي شغال مسؤول قطاعات الناشئين في نادي الزمالك وحتى مسؤول قطاع المباراه في نادي الزمالك، اضافاته كلها في المجال الحمد لله اضافات كويسه جدا، فدي الحاجه اللي انا بستفيدها. السيره الاسم اللي هو اقتران اسمك بطارق يحيى طبعا مفيش زقه اللي هي طارق يحيى الاسطوره اللي ابنه. بص يعني ما انا بمنع الزق يعني بتمنع يعني يعني لو في فرصه مثلا في مكان ما او كده لما بحكي له عادي، اب بيحكي ابن بيحكي لابوه يعني بيحكي له بقول له والله في كذا 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 بس من قبل ما اكمل بس سمحت ما يعني مالكش دعوه بالقصه، هي جت ما جاتش خلاص دي بتاعت بتاعت ربنا. اولا عشان انا ما بحبش يعني اساسا اصغر ابويا في اي حاجه خالص وثانيا عشان انا عارف انه لو انا بتنافس مع حد في فرصه اثنين ثلاث اسامي محطوطين ما ينفعش يبقى تفضيل حد عن حد بسبب ان مفهوم ان الوالد بيتكلم بسبب ان اسمك عبد الرحمن طارق يعني. فهي الحمد لله الحمد لله هم 10 سنين شغل كلهم رزق وبركه من عند ربنا يعني ونعم بالله الحمد لله ربنا وسيره يديمها. محترمه بسبب الوالد طبعا ربنا يديمها عليك. ومعانا على التليفون الوالد النجم الكبير الكابتن طارق يحيى. كابتن طارق اهلا بحضرتك منورنا. اهلا بيك يا هاني. ازيك يا حبيبي الله يخليك انت اللي منور وحشنا جدا يعني. ازيك حبيبي انت اللي وحشني جدا يا هاني حبيبي. معاك الكابتن عبد الرحمن طارق يحيى. يا كابتن عبد الرحمن ازيك؟ كابتن مصر ده انت اللي كابتن ايه بقى؟ ادينا في داهيه. شيرت الخبر بتاع ان عبد الرحمن طالع النهارده وقلت نور عيوني. نور عيونك بتقول ايه عليه كمدرب وعن كونه ابنك الصغير؟ لا هو نور العين، نور عيوني. نور العين صح. صح. لا طبعا يعني الحمد لله بفضل الله يمكن احمد عبد الرحمن بفضل الله الحمد لله نشأ زي ما قال عبد الرحمن كده في حياه جدا. والحمد لله يمكن تعبنا فيهم جامد جدا وطبعا الام تعبت اكتر مني كتير جدا في النشأة في التربيه الاولى لان طبعا انا كنت في سفر كتير ومعسكرات وماتشات وكده. فالحقيقه ربنا اكرمها الحقيقه في انها قعدت معاهم بشكل كبير جدا واسستهم صح وعلمتهم حاجات كتيره جدا. وفي نفس الوقت كان ليها دور كبير جدا في ان احمد عبد الرحمن الموجودين في الوسط اللي كل واحد فيه، احمد في الوسط الفني والمجال الاعلانات والميديا والكلام ده وعبد الرحمن في الكوره. عبد الرحمن يمكن مهتم من صغره بكره القدم، انا كان في ماتشات كتير جدا وكنت برجع هو بيقول لي على بعض الرتوش في الماتش يعني الاخطاء بتاعت اللعيبه وانا مدير فني يعني ويقعد معاه ويقول لي يا بابا النهارده بس بقول لك ايه التغيير ده عالمي، طب التغيير مش عارف طب انت غيرت ايه، فهو عنده الملكه بتاعه الكوتش. ايوه عنده العين الكويسه في النظره في الملعب بيقرا الملعب بشكل جيد. ايوه فانا شفت ده فيه. انا زي ما قال لك كده انا والله يا هاني يعني المساعده بتاعتي كانت مساعده عباره عن نصايح. ايوه مساعده في توفير امكانيات ان هو يسافر بره وياخد كورس اكتر من كورس في انجلترا مثلا. سافر اكتر من مره مرتين ثلاثه اعتقد هو يقول لك بقى كم مره انا ناسي. ايوه وخد كذا كورس وبالاضافه لثقافته والثقافه اللي عنده. انا يمكن ولادي يمكن حتى يعني هو بيقول لك انا طارق يحيى انا ولادي في كره القدم اديروا بسبب اسم طارق يحيى. اتظلموا بسبب اسم طارق يحيى بالظبط. لان كل واحد كان بيلعبه فغلط عبد الرحمن او احمد في الملعب بيكبر جامد لان دول ولاد طارق يحيى. انت بتلعبوا فلان عشان فلان او بتلعبوا عبد الرحمن عشان طارق مع ان الاثنين كانوا لعيبه كوره كويسين كان ممكن يكملوا في الكوره بشكل جيد.
فانا بعدت تماما عن القصه دي، ما حاولتش ان انا اتدخل، لان انا مدرب ما بحبش اتدخل في شغلي. ايوه ما بحبش اتدخل في شغل حد. مفهوم. فالمدرب له المطلق الحريه في انه يختار احمد او عبد الرحمن الكوره. عبد الرحمن زي ما قالك اتجه في التدريب بدري بدري قوي ما شاء الله. فهو كان عنده الملكه دي وانا ساعدته من بعيد. فاهمني؟ يعني موضوع نادر الشوقي ده انا ما اعرفه، انا ما اعرفش ان هو اساسا يعني هو ما قاليش ان هو معاك غير امبارح النهارده ولا امبارح يا عبد الرحمن؟ النهارده النهارده ده متفقين من اربع ايام. والله بكلمك. فانا مش يعني لا انا عندي ولادي الحمد لله بفضل الله عندهم شخصيه بيقدروا ياخدوا قرارات من تلقاء نفسهم، بيلجؤوا انا وامهم في حاجات معينه. ايوه مش في كل حاجه. فاهم؟ درجة ان مثلا انا عندي المدام مثلا قالت لي خد عبد الرحمن معاك من بدري من زمان وخده معاك في قصه التدريب. المنتاليتي دي مش قلت لها احنا عقليه ان الاب يجيب ابنه معاه مدرب في مصر مش ناجحه. بس بتحصل ايه ده في الدوري المصري في ثلاث حالات زي كده. بص هقول لك على ثلاث حالات. كارلو عبده بالظبط كمان في بص لا انا ما اقول لك في مصر المنتاليتي هنا في مصر صعبه. لما انا اجيب عبد الرحمن يبدو يشتغل معايا كمدرب مساعد مثلا في نادي، لا يا عم ده جايب ابنه. فانت عارف العقليه في مصر مختلفه عن بره. ايوه. فانا ما حبيتش ان انا يبقى عبد الرحمن، لا انا عايز اعتمد على نفسه وعلى قدراته لان هو عنده. ايوه عنده صح. ما شاء الله. نفسك تشوفه فين على المستوى التدريبي؟ يوصل لفين؟ انا نفسي اشوفه يوصل لمنتخب مصر ويبقى عنده ياخد البرو بقى كده ان شاء الله ويطلع يدرب بقى بره في اوروبا يعني. لان عبد الرحمن عنده ما شاء الله الحاجات دي وهو دارس وفاهم. يكفي ان الجماعه الهولنديين لما جم القاهره اختاروا عبد الرحمن ان يكون معاهم في المشروع بتاعهم، ودي حاجه برضو بالنسبه لعبد الرحمن محترمه جدا. أيوة. وده نتيجه جهده. وانا عايز دايما اقول لك ان الولاد يا هاني لما بتسيبهم يعتمدوا على نفسهم وبس من بعيد تسبورت ليهم كده ده مهم جدا. صح. لكن علشان تفرض عليهم حاجه انا عمري ما فرضت عليهم حاجه لا انا ولا امهم. يعني في الشغل سواء احمد او عبد الرحمن، لا اللي انت حابه اشتغله. أيوة. اللي انت حابه اعمله. الحمد لله بفضل الله قرارات احمد الحمد لله زي الفل تمام. وقرارات عبد الرحمن انا شايف نتيجتها بدليل ان هو معاك النهارده. الحمد لله ومنورك طبعا. منورني حقيقي. وانت منور يعني. فاكيد الموضوع ده اثر بشكل كبير والحمد لله بفضل الله استثمرنا فيهم هاني يعني. الحمد لله استثمرنا فيهم الحمد لله. على حاجه عبد الرحمن عايز يقول لحضرتك حاجه او عنك حاجه. كابتن طارق معانا. احنا كنا البراعم ليهم دورتين مهمين قوي بيتعملوا كل سنه. دوره نادي الصيد دي دوره بقى لها زمن كبير قوي بتتعمل بيجمعوا فرق مصر كلها فيها. ودوره زد دي دوره بيعملها نادي زد بتبقى برضو بتجمع الفرق الكويسه. اوكي. فاحنا بنلعب في اربع اعمار سنيه. في الاربع اعمار سنيه وقعنا مع الزمالك في المجموعه. وكابتن طارق دلوقتي مسؤول قطاع براعم في نادي الزمالك. فاحنا بقينا بنقعد انا وهو جنب بعض في الماتشات وهو مش هنشجع مين مش عارف. فهم صعدوا من ثلاث اعمار ووصلوا ان هم خدوا النهائي في 2012. واحنا الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا النهائي في 2011. تمام. طبعا بذكر كابتن محمد صلاح وكابتن هشام وجدي جهاز فني 2011 جهاز فني محترم جدا. فالموضوع بيوصل لمرحله كنت بقى قاعد بتتنافس مع الكابتن. يعني انا مش عارف اقعد فين، اقعد مع جهاز الجونه ولا اقعد جنبه ولا اعمل ايه. بتبقى القصه فيها صعوبات يعني. احساس ده برضو جميل ومختلف يا كابتن طارق. انا بشجعه الحقيقه. وهو يعني عبد الرحمن طول عمره هادي وعنده كده يعني نوع من الهدوء اللي هو فيه تفكير لما بيعمل اي خطوه بيفكر قبل ما يعملها. وده حاجه عجباني فيه جدا جدا. ممتاز. ما شاء الله يا ربنا يكرمه ان شاء الله ووفاء رب. ومش عايز اخد من وقته بقى في الحلقه عشان هو يتكلم بقى. ان شاء الله. احنا انت نورتنا. لكن قبل ما اختم ممكن اسالك عن حاجه عن كابتن طارق ولا ايه رايك؟ اتفضل. حاجه عن الترند بتاع امبارح. امبارح الناس بتشير الفيديو بتاعك مع كابتن ياسر عبد الرؤوف لما بدا يتكلم عن الحالات التحكيميه، قلت له الجهاز بايظ والوقت خلص. فالناس قالت انه بس عشان كان هيبدا يقول ان الزمالك كسب بقرارات تحكيميه خاطئه. هل ده السبب ولا في سبب تاني؟
بص هاني، والله 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 اللي هقوله ده هو ده اللي حصل. احنا جبنا حالات تحكيميه في مباريات قديمه للزمالك على الزمالك واتقالت في القناه، تمام، والكابتن ياسر عبد الرؤوف اقر بيها وجبناها له على الشاشه الكبيره، وده خطا على الزمالك ويستحق ضرب الجزاء لزق على الزمالك، فاهمني، وطرد على الزمالك، وحالات كتير عرضناها. اشمعنا امبارح؟ اللي حصل اقسم بالله بلغوني في طبعا هو كابتن ياسر، انت عارف يا هاني ممكن عندك في الكنترول يقولوا لك الكلام ده صح ولا لا. الجهاز اللي هو انت بتشوف بيه الحالات غير الجهاز اللي بيجي لك على يعرض الحالات مزبوط. اللي عندك على الشاشه جوه، مظبوط. فالجهاز ده كان فيه عطل، تمام، صدقني اقسم بالله. فقالوا لي في الاربيس يا كابتن طارق اتكلم مع الكابتن ياسر شويه لغايه لما نلاقي حل للقصه دي، تمام. فحتى لو انت لاحظت ان انا قعدت ارخي مع الكابتن ياسر في حاجات وجبت له السوبر ومش عارف مين والحكام وبتاع ومستني يقولوا لي الجهاز اوكي، قالوا لي يا كابتن للاسف الجهاز فعلا اللي هو اسمه الفاينل، الفاينل هنج، الفاينل هنج، الله ينور عليك. فانا ما بفهمش في الحاجات دي، فقلت له يا كابتن ياسر معلش ما اقدرش بقى اقول على الهواء الجهاز باظ، فاهمني، هيقول لك ده ما اصل انت لو قلت اي حاجه في الوقت ده هيتقال ايه؟ ان الزمالك مش عايز يعرض الحالات. ايوه مظبوط. طب احنا عملنا 100 حاله، عملنا 100 حاله قبل كده على الزمالك وتعرضت وقالها ياسر عبد الرؤوف، اشمعنى دي؟ عندك حق. لا عندك. فالقصه كانت والله بالصدفه البحته اقسم بالله، مفهوم. حتى ياسر عبد الرؤوف لما خرج، لما خرج بره بعد بالحلقه قالوا له معلش يا كابتن احنا بنعتذرلك والله فعلا الجهاز اللي انت بتقول عليه اند ده اتهنج الفاينل، مش عارفين يعملوا يجيبوا الحالات، بدليل النهارده خازر غندور جاب الحاله، يعني ما هو جابها على الهواء من شويه، فاهمني. وبعدين ما احنا بنجيب الحالات كلها كل مره يعني، صح، بس هي دي اللي حصل. فبقى الترند يا سيدي الجماهير بقى وما اكثر الترندات. انا بشكرك جدا كابتن طارق يحيى، اسطوره الكره المصريه ونادي الزمالك، نورتنا وشرفتنا، واهلا بيك مره ثانيه كابتن عبد الرحمن. اهلا. ازاي بدات بقى الشغل؟ يعني انت خلاص دلوقتي بقيت مسؤول في نادي اللي هو الجونه، بتشتغل ازاي وازاي بتطور نفسك؟ لان ما شاء الله اعرف انك في العديد من الدراسات والدورات التدريبيه، مبدئيا انت حاصل على اي شهاده من الشهادات؟ انا خدت يويفا سي من الاتحاد الانجليزي، ومع الاتحاد الهولندي كملت الدورات كلها. الاتحاد الهولندي بيجي مصر بيعمل كورسات، ده تبع شغلي الاخر يعني، شغلي الصباحي يعني، وبيبقوا على اربع مستويات، فكملت الاربع مستويات، فبيبقى المحتوى الاخير في المستوى الاخير ده بيبقى ايكويفالنت او يعني مساوي لليويفا بي اللي هي الرخصه بي يعني. بس ومنتظر ان شاء الله يعني، بس طبعا القصص دلوقتي مع مع الاختلاف فرق العمله بيبقى صعب جدا، السفر بقى فيه مشكله، بقى مكلف جدا، فبقى صعب جدا ان انا اكمل، فان شاء الله بحاول ادور على فرصه يعني. ليه اخترت قطاعات الناشئين تحديدا انك تتجه الى التدريب فيها؟ بص احنا بص يا هاني، احنا عندنا مشكله في اللعيب المصري من صغره. المشكله دي بتفضل تكبر معاه. واحنا لما بنتكلم مثلا على لعيب زي صلاح، والناس تقعد تقول لك العقليه والمنتاليتي وكده، لا، هو صلاح موديل يعني، صلاح موديل نمشي عليه. تخيل معايا انا مثلا هقول لك هاني هتحوط فين كمان 10 سنين، وحطيت بلان لنفسك مدتها 10 سنين ان انت تبقى من ان انت اعلامي شاب بتحاول ان انت توصل صوت الشباب في الاعلام الى ان انت بقيت مثلا اكبر اعلامي في الوطن العربي مثلا، دي بلان، دي ده موديل لازم ناخده. الناس بتستعجل جدا دلوقتي، مدربين ولاعبين كله عايز ياخد طرق قصيره، عايزين طرق قصيره للوصول لايه؟ للوصول لان هو بيلعب كوره عشان يكسب فلوس، بيلعب كوره عشان المستوى الاجتماعي بتاعه يعلى، بيلعب كوره عشان يحس ان هو عليه اتنشن او عليه سبوت او كده. ولكن الدماغ لما من وانت صغير، احنا بقى بنشتغل مع البراعم بالشكل ده، ان احنا بنجيب ولي الامر وبنجيب اللعيب وبتدي نقول لهم انت بتلعب كوره ليه؟ انت بتمارس اللعبه دي ليه؟ الاساس ان في السن اللي احنا بنشتغل فيه ده، احنا بنشتغل على الدماغ اكتر ما بنشتغل على الفنيات، بنشتغل على الفنيات والكلام ده كله، ولكن الاساس انه اللعيب يفكر ازاي؟ ازاي بتشتغل على الدماغ؟ بتعمل ايه؟ يعني بتبقى عايز توصل لايه وانت بتشتغل على دماغه؟ بص احنا بالبلدي كده، احنا بنربي العيال مع الاهالي. ايوه. ده دورنا. ان احنا الولد في الملعب
قراره الفني ده بيجي من دماغه ما بيجيش بامكانياته ممكن نشتغل عليها بره الملعب لكن الدماغ هي اللي مهم ايوه فبعلمه ازاي يتحرك من غير كوره ده اهم حاجه مثلا فلما يتعلم ازاي يتحرك من غير كوره يتعلم درس في حياته ان هو انا مش هيجي لي حاجه غير لما اعمل مجهود لكن طول ما انا واقف مفيش حاجه بتجي لي تمام ده درس كده خده في حياته ان هو خلاص فهم ان انا ممكن اتحرك 9 مرات والكوره تجي لي في المره ال10 بس في المره ال10 دي هجيب جون وده بيقوله للسترايكر مثلا بتاعنا الفيرود بتاعنا من كل 10 تحركات هتعملهم في واحده هتجي لك هي دي اللي هتجيب فيها جون طب ده لما يخرج بره حياته هيفهم ان انا لازم احاول بسعى 9 10 مرات عشان في واحده هي اللي هتلبس ايوه لان هي دي اللي هتجيب الجون لان هي دي اللي هتعمل لي اللقطه المطلوبه مفهوم بتواجه صعوبات في توصيل الافكار اللي الغرض منها تعديل العقليه او الدماغ دي بقى تفرق مين المدربين اللي معاك ودي نقطه بقى مهمه جدا 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 بمعنى ايه احنا لما جينا اخترنا المدربين بتوع نادي الجونه احنا ما دورناش على ناس معاها رخص ولا دورنا على ناس لعبت كوره سابقا انا دورت على دماغ كويسه بمعنى انسان سوي بيفكر عايز يتعلم ما عندوش انا عاليه مش طول الوقت بيتكلم لا ده واحد جاي يسمع تمام وقعدنا مع بعض واخترنا قدم حوالي في القصه دي من 300 ل 350 مدرب اخترنا منهم حوالي 200 مدرب ال 200 مدرب دول دخلوا في ورش عمل تمام كلهم عملنا حوالي 12 ورشة عمل ليه انا عايز اتعرف على هاني عايز اتعرف على المدرب اللي قدامي ده فبحطه في مواقف جوه اوضه التدريب بنزله الملعب احطه في مواقف اشوف شخصيته عامله ازاي هيتصرف ازاي تمام. مش شرط يكون عنده ملكه التدريب دلوقتي تمام بس عنده شخصيته ودماغه عاملين شخصية ازاي عنده كاريزما عنده دماغ شغاله تعالى تتعلم فدي نقطه مهمه جدا ان احنا لما جينا نكون المدربين بتوعنا كونناهم بطريقه معينه ان هو يبقى عنده طبعا سابق لعب الكوره بيدي اضافه بيدي اضافه طبعا ايه نوع الاضافه اللي بيديها فكره انك لعبت كوره قبل كده ان انت تبقى عشت اللي اللعيب عاشه عشت اللي الولد الصغير او الناشئ او لعيب الدرجه الاولى عاشه فحاسس في بص اي حاجه في الدنيا انا النهارده قعدت في البرنامج ده فانا ممكن لو انا مثلا بتكلم مع واحد عمره ما طلع في التلفزيون قبل كده اقول له تبقى اكثر خبره منه لما دخلت لقيت احنا مثلا يعني دخلنا الدنيا برد في تكييف مش عارف اتكلم فيا جماعه بعد اذنكم وطوا التكييف دي حاجه صغيره جدا مظبوط على فكره هي ممكن تتعوض بحاجات تانية ممكن تتعوض بان هو يخش اللي ما لعبش كوره ده قبل كده يخش يشتغل مثلا مساعد تاني او مساعد تالت في فرقه فيشوف الحاجه دي قدامه تمام بس هتاخد نسبيا تمام الثاني هيبقى سابقك خطوه بالظبط مفهوم ممكن واحد يبقى يعني انا عندي مدربين في منهم ناس بارتنرز شركات يعني ده راجل شريك في شركه فده راجل بيدور اوريدي شركه مكونه من 150 200 شخص فيوم ما يجي امسكه فرقه مكونه من 18 هيعرف يديرها هيعرف يدير عنده بيزكس حتى تمام. لو ما لعبش كوره قبل كده تمام بس هيعرف مبادئ الاداره ايه فدي حاجات مهمه جدا ان احنا دايما بندور على المدرب اللي عنده بيسموها بالانجليزي ترانسفيربل سكيلز يعني مهاره منتقله او مهاره اضافيه من حاجه هو اشتغل تمام. فيها تمام مفهوم بتفرق جدا في اللعيبه مثلا يعني احنا عندنا لعيب كوره مثلا معظم الوينجات اللي عندنا كويسين في قطاع براعه نادي الجونه هتلاقي كلهم بيلعبوا سباحه فدي تلاقيه السباحه بسبب ان السباحه ادت له مرونه او نفس ادت له رقم واحد استامنة قويه جدا نفس قوي جدا رقم اتنين جريته الوينج اهم حاجه فيه ان هو يبقى سريع وبيبقى بيعرف يغير اتجاهاته كده السباحه بتدي له التكنيك بتاع السباحه ان انت يمين في شمال مع رجليك بتدي له توافق فتلاقي الولد جريته مظبوطه فبيبتدي يبقى لعيب وينج سريع جدا تمام لعيب نص الملعب مثلا بننصحه ان هو يروح مثلا يلعب باسكت او يلعب يد او يلعب ووتر بول يلعب لعبه فيها التحامات قويه الكوره جايه من كل حته الجسم يثبت وقت الالتحامات تخيل معايا مثلا حارس مرمى بيقف في مرحله البراعم بيتمرن معايا 4 ايام اروح اقول له طب اتمرن يومين يد اقف جون يد جون اليد بيستخدم كل ايديه ورجليه وكوره صغيره فهتلاقيه جه معانا في الكوره ابتدى يعمل الحكايه دي من غير تمرين مفهوم فهي نفس القصه في المدرب هي نفس القصه في اللعيب التعامل النفسي عبد الرحمن مهم جدا في قطاعات الناشئين والبراعم ربما مفقود في اماكن كثيره رغم انه لا يقل اهميه عن الناحيه الفنيه ازاي وايه اللي محتاجه الطفل او البرعم او اللاعب الناشئ في التعامل مع النفسيه وهل عندنا مشكله فيها طبعا عندنا مشكله فيها يعني في في في
فاحنا بص انا احنا في ترم كده دايما احنا بنخلي العيال او اللعيبه او الناشئين ترم او دي مصطلح مصطلح ان احنا بنخليهم يحسوا ان هم اغبياء ودي مشكله كبيره جدا دي على فكره حاجه ممكن تكون موجوده كمان ظاهره شويه في التعليم مثلا ان انت مش بتخلي الولد يفهم انت بتخلي الولد يحفظ انت اعمل دي كده طب هو هيعملها كده مفيش مشكله انا ممكن في فتره ما اقول له اعمل دي كده الماتش شغال واحنا مثلا في الدقيقه 80 وانا عايز اعمل حاجه معينه ايوه اعملها دلوقتي بس لازم بعد ما نخرج لازم اشغل دماغه احنا ليه قلت لك تعمل كده في الدقيقه 80 صح فهو عنده اجابه عشان كذا 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 لا يبقى ايه عشان كذا 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 الاسئله مع الاعمار السنيه دي وان انا في وقت ما بفرض عليه حاجه بس في وقت ما لازم افهمه انا ليه فرضت عليه الحاجه دي توسع المدارك ان هو ان هو خلاص ابتدى يلاحظ هم نفسهم الولاد في الملعب بيبتدوا يشوفوا المواقف صح. ويتعلمها ويشتغلها هو لوحده صح توصل في مرحله ساعات ان انت لو شغال بالطريقه دي الولد ممكن يعمل حاجه تبهرك لانه فكر هو انت مش على بالك التفكير ده ايوه انت بتفكر التفكير الطبيعي بس انت خلاص طالما عرفته مسار التفكير الطبيعي هو ابتدى خلاص ما انا عارف الطبيعي انا هبتدي لو انا عندي لعيب حريف انا هبتدي اعمل الحاجه اللي مش طبيعيه صح وهي دي اللي بتجيب اهات الجمهور ان انت تلاقي لعيب بيعمل ترقيصه مش متوقعه الابداع بقى اتكلم بالزبط. فاكر ريموند في الكورس على فكره ان انت دايما التارجت الاولاني ليك انك توصلها لايه لو انت حارس مرمى او مدافع او حاجه انت عايز توصلها لاخر واحد عشان تجيب جون بالظبط فبالتالي دي بتوسع برضو تفكيرك بتخليك ايه ان انا عايز اوصل لده فبالتالي هلعب لده عشان يوصل لده ولا العب لده على طول هي فكره انك ازاي تخلي الطفل او الناشئ يفكر دي نقطه مهمه جدا اختيار اللاعبين على مستوى الاختبارات هل بتشوف ان فيها مشكله اختبارات الانديه بص انا ممكن يعني عشان مش عايزه يعني انا ممكن اتكلم على اختباراتنا احنا تمام. في الجونه احنا بنعملها ازاي احنا اختباراتنا في الجونه مثلا انا عايز اعرف اربع حاجات حتى هم بالانجليزي بيسموها سبيت يعني سبيد او اللي هي السرعه تمام. دي العمله النادره دي للناس الحاجه اللي الناس كلها بتدور عليها تمام تاني حاجه بيرسوناليتي شخصيه كويس دماغ كويس ودي بتعرفها في الاختبارات هقول لك بنعرفها ازاي تمام تالت حاجه انسايت اللي هي الرؤيه هو ده لعيب عنده رؤيه فاهم الجيم فاهم الكوره فاهم امتى يستلم امتى يباصي امتى يشوط واخر حاجه خالص التكنيك اللي هو الايه الفنيات لان انا وانا بدور في البراعم الفنيات هتيجي معايا تمام. على مدار السنين لكن صح. الحاجات اللي ما اعرفش امرنها هي السرعه هي الشخصيه هي او اللي بيبقى صعب تمرينها الحاجات دي ممكن لكن صعب بالظبط فاحنا بنشتغل الاول بنجيبهم بنقول لهم ده مش اختبار انت داخل تمرين انت هتقعد معايا ساعه ونص وبتبقى مهمه جدا ان المدرب يعني ريشيو او المدرب موجود يعني ماكسيمم او اكتر حاجه معاه 20 لعيب ده اكتر حاجه مش هيقدر يبص على مش هيقدر يقيس في ساعه ونص اكتر من كده ساعه ونص دي ليه مده التدريب مده الاختبار او التدريب تمام واحنا بنقول لهم تعالوا انتوا النهارده جايين تعملوا تمرين انتوا جايين نادي الجونه تجربوا فبتلغي اصلا حته ان الولد داخل تحت اختبار تبتدي نشتغل معاهم الاول سباقات سرعه بعد تسخين لذيذ كده نفك سباقات سرعه سباقات السرعه دي بتوريني مين اللي سريع ومين اللي مش سريع اشتغل واحد على واحد ابتدي اشوف بقى كل الحاجات بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي شخصيته الرؤيه الكلام ده 2 على 2 3 على 3 ده موديل انت اللي عامله في ده الجونه ده احنا والمدربين عندي انا دايما بص انا التيم يعني عندي انا قصدي ان ده مش الشكل الطبيعي او المعتاد بص اي اختبارات شكل ليكم انت هتخش اي اختبارات في مصر هتلاقي الملعب متقسم 6 ملاعب مثلا بينزلوا يلعبوا وتقسيمات انا ياما دخلت اختبارات ما احنا ما انت عارف بقى مفيش حد بيتفرج عليا هي صعبه جدا ادخل العب بس كده ويلا يا جماعه لموا بقى عشان صعبه جدا صعبه جدا اقول لك على حاجه مثلا الاختبارات صعبه بتتقسم بالالوان يعني طبعا بيجي مثلا 300 400 لعيب فبيقسم الاصفر مع الاصفر والاحمر فتلاقي فرقه عارفه بعضها كلهم بيلعبوا مع بعض قصاد مثلا فرقه ما حدش يعرف بعضها فانت طبيعي انا بلعب مع ناس اول مره العب معاها في حياتي عمري ما هعرف اوري نفسي زي ما الخمسه اللي حافظين بعض اللي لابسين نفس اللون دول هيلعبوا مع بعض ليه المصري اللي بيحترف بره نجاحاته مش كتيره انت عندك نموذج محمد صلاح عايز اتكلم معاك عنه لوحده شويه بس بشكل عام الاسماء اللي لمعت وتالقت واستمرت مش كتيره ليه بص اسباب كتيره قوي اولا بيز لعيب الكوره يعني لعيب الكوره ده يعني اكل عيشه هو جسمه ده نقطه احنا مش بنتكلم فيها خالص 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 لا في قطاعات ناشئين ولا في درجه اولى حكايه ان اللعيب ياكل ويتمرن ويعمل قياسات وينام كويس
ويصحى كويس واليوم بتاعه انت في حتى الفيديوهات المشهوره قوي بره تلاقي يقول لك ايه مثلا يوم في حياه صلاح، يوم في حياه ارنولد، يوم في حياه مش عارف ايه، تلاقيه بيصحى الصبح يعمل مش عارف فطار القصه دي عندنا في مصر مش موجوده خالص، ودي بتاخد من 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 30-40% من قدره اللاعب البدنيه بالتالي بتاثر عليه ذهنيا ان هو بيبقى اداؤه في الملعب في اوقات كويس او في اوقات مش كويس بيبتدي ما يفهمش هو ليه كويس وليه مش كويس، فدي بوينت مهمه جدا. ده اساس. الحاجه الثانيه ان اللعيبه عندنا في مصر ده 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 الاساس ان هو عشان يلعب كوره بيسيب تعليمه. فبيخرج لعيب كوره عايز تقول جاهل غير متعلم سواء دي مشكله كبيره جدا في تطور اللاعب بقى نفسه. طبعا طبعا مشكله كبيره جدا في تطور اللاعب، مشكله كبيره جدا. النهارده احنا بنتكلم مودريتش اعتقد 39 سنه ما اعرفش انا مش عارف سنه كام امبارح، ده راجل يعني ده التعليم فارق معاه، ده تعليم 37 سنه تعليم تعليم ما بره التعليم الكوره تعليم التعليم. بص المدرسه حتى لو ما ادتكش المحتوى اللي هو العلمي اللي هو مش بتكلم على دراسه حساب وعلوم، بتديك تشغيل مخ، بتشغل مخك تمام، وبتتعامل مع ناس وبتروح كل يوم مدرسه، ففي خناقات في حاجات بتحصل بتكون شخصيتك وبتخليك تعرف تتعامل مع الحياه. طب ما صلاح علميا او دراسيا يعني ما كانش المتفوق. انت بقى مسكت في بوينت هي النقطه دي هي دي اللي عند صلاح. ان صلاح قرر خد قرار انه يا جماعه حتى اتفرج عليه في اوائله صلاح خدها خطوه خطوه. انا عشان اعلى من السلمه دي للسلمه دي اعمل ايه؟ هعمله واركز فيه. طب عليت السلمه دي، طب عشان اعلى من السلمه دي للسلمه دي هعمل ايه؟ لما تيجي تبص على مسيره صلاح ال 10 سنين او التسع سنين كلهم هتحس انه ده عمل حاجات كتيره جدا صح. لكن لما تيجي تسال صلاح نفسه هتلاقيه هو باني واحده واحده صح. بس دي صوره مع صلاح كانت فين وايه ظروفها قبل ما ناخد التليفون المهم اللي جاي؟ دي كانت في يعني كانت شكلك انت صغير في الصوره. ده من 2017 اعتقد او 18 كنت في انجلترا بعمل الكورس وصدفه يعني ان حد من صحابنا كان جايب تيكت، بس تيكت كانت لحاجه اسمها بلايرز لاونج. بلايرز لاونج ده اللي هو اللعيبه هي اللي بتبقى ليها تيكتس تديها لقرايبها او المقربين بعد الماتش، بتنزل للمكان اللي اللعيبه موجوده وعيلتهم بيتقابلوا بعد الماتش يعني. فقابلته طبعا اكيد صورت معاه يعني. كان عرف ساعتها انك عبد الرحمن طارق يحيى ولا لا؟ خالص انا سلمت عليه وخالص يعني هو شخصيه محترمه وقال لي تعالوا وعضو ودود جدا، احنا ما رضيناش حتى يعني نضايقه وكده. هو محترم جدا يعني. طيب انا معايا تليفون من احد نجوم الكره المصريه السابقين والحقيقه مشرفنا على مستوى التدريب في الامارات، طلب انه يتواصل معانا في نادي الجزيره الاماراتي الكابتن اسلام شكري مهاجم منتخبنا السابق. كابتن اسلام اهلا بيك. هاني اخبارك ايه؟ وازيك عبد الرحمن؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك الاخبار؟ الحمد لله. هو بعت لي رساله قال لي جميل قوي وبيتكلم حلو قوي، دخلني لو سمحت، فانا عايز اسمع هيقول ايه. اتفضل يا كابتن اسلام. لا فرحان جدا بعبد الرحمن، فعلا حاجه تشرف وامتداد لكابتن كبير ونجم كبير كابتن طارق يحيى، وبيقول كلام مهم وكلام فعلا مفيد، وبيتكلم عن علم وعن ثقافه وحاجه حلوه تفرح يعني بجد. ودي حاجه احنا محتاجينها، ودي احنا حاجه محتاجينها للولاد اللي طالعين صغيرين بالذات في بلدنا يعني. صح. وانت الحقيقه من الناس اللي بتهتم قوي بده وبتهتم بفكره المعلومات والثقافه وازاي نفكر، فانا كنت عارف ان ده كلام يعجبك. انا بحب اسمع رايك دايما بعد حلقاتنا، فمبسوط ان انت قلت رايي في ساعتها كده. انت عارف ان انا دايما متابعك يا هاني وبستمتع بجد ان انا بتفرج عليك واسئلتك وبطريقه القائك للمعلومات، ويعني بجد دي مش مجامله. لكن في نقطه كنت عايز اتكلم فيها ودي الاهم ولسه، ودي اللي لازم كلنا نقعد نشتغل عليها على الاولاد الصغيرين، هي ازاي نبني شخصيه لعيب. الشخصية هتخلي اللعيب يوصل، والشخصية هي اللي هتخليه ياخد قرار، والشخصية هي اللي هتخليه يبقى عنده قدرة على مواجهة الحاجات الصعبة. الشخصية حاجة مهمة جدا، والعقلية دي الحاجات اللي احنا لازم نشتغل عليها لان دي اللي بتبقى ناقصانا. ايوه انت قلت
احنا ليه لعيبتنا ما كانتش بتكمل؟ خلي بالك بس عشان في فرق كبير جدا ان احنا نقارن الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه الفترات اللي هي بتاعت لو بنتكلم على التسعينات واوائل الالفينات. احنا كان عندنا مشكله كبيره ان احنا دايما عندنا حنين لبلدنا واحنا صغير واحنا بنلعب، لان احنا لما كنا بنطلع بره كان بيبقى عندنا مشكله في التواصل. على عكس دلوقتي الامور بقت اسهل من في التواصل سواء تليفونيا او عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق، فخلي بالك ان حتى الاخبار احنا كنا عشان بس تبقى انت عارف احنا لما كنا بنلعب بره ولا كان اي لعيب من اللعيبه الكبار كان بيبقى فيه مشكله كبيره جدا ان اخباره توصل اصلا للصحفيين اللي موجودين هنا. صح. مثلا كنا بندور على مين اللي هينزل لنا خبر. كنا بندور على مين اللي هيحط صورتنا في اي مجله، اهرام الرياضي ولا صح ولا اخبار الرياضه. فلازم نفرق انه الفتره الاولانيه كانت صعبه وهتلاقي النجاحات اللي كانت فيها قليله. برضو يعني زي كابتن هاني رمزي مثلا، ميدو، هتلاقي كتير بقى مننا كانوا راحوا ورجعوا، وكان السبب ان كان بيبقى في مشكله عند الواحد في ان هو يقدر يتعامل مع الغربه. صح. لكن هتلاقي في الفترات الاخيره اللي احنا كليه فيها اللي احنا فيها هتلاقي مثلا ان اللعيبه بقت بتستمر لفترات، وبلس ان هم كمان خلي بالك لما المستوى بينزل، وده كان بيبقى مشكله عند اللعيبه زمان. أيه. لما كانت المستوى ينزل تلاقي راجع اهلي وزمالك على طول او راجع نادي. صح. لكن دلوقتي بتلاقيه مكمل رايح تركيا، يطلع على من تركيا لسويسرا، من سويسرا على البرتغال، مكمل. أيه. يعني عندنا امثله كتير جدا كده، وده في حد ذاته نجاح، لانه اللعب بره بيفرق معاك في كل حاجه. صح. حتى في النهايه مع منتخب بلدك دي. صح. اهم حاجه. عايز تقول كلمه سريعه؟ معلش اخر حاجه لعبد الرحمن تاني. فخور بيك وبتتكلم حلو جدا، وانا ببقى مبسوط جدا لما بلاقي ناس صغيره كده في المجال وماسكين تايتلز حلوه كده، ونادي الجونه نادي نادي يعني نادي بيهتم بالناشئين وبيهتم بالبراعم، ومعاك تيم كبير وتيم يعني كلهم اغلبهم اشتغلوا معايا في وادي دجله، وربنا يوفقك وتبقى امتداد للنجم الكبير كابتن طارق يحيى حبيبي. اشكرك كابتن اسلام طبعا على الكلام الجميل ده، يعني وشهاده طبعا نعتز بيها يعني. اشكرك يا كابتن. شكرا كابتن اسلام، نورتنا، ودايما ببقى مبسوط جدا بسماع صوتك. نجم الكره المصريه السابق الكابتن اسلام شكري، دقائق قليله جدا بل نهايه الحلقه تقريبا، لكن عايز اسالك على كم نقطه كده سريعه. انت زملكاوي؟ اه. يعني ابن طارق يحيى منطقيا، ولعبت في الزمالك. ايه مشكله الزمالك الحاليه؟ مشكله الزمالك الحاليه يعني هي مرحله انتقاليه. يعني مرحله انتقاليه ممكن تكون ادارتها كانت صعبه جدا، رحيل نجوم من اول بقى ما الطاقم القديم كله مشي، ساسي وطارق حامد ودخول ناس مختلفه. طبعا اضطرارا كان في اللجوء، ما كانش في صفقات، ف دخلت لعيبه معينه. اللعيبه المعينه دي طبعا الناشئ اول ما بيطلع عنده حماس، بيبقى عنده، فبيدي كل اللي عنده. المرحله بقى اللي جايه بعد كده لازم يتعلم، يعني لازم يشتغل او حد يشتغل معاه شغل مختلف. فالفتره دي فيها انتقالات كتيره ومدربين كتيره، فاعتقد ان اعتقد بال بال بوجود مستر اوزاريو اعتقد هيبقى فيه شغل كويس. هو الراجل محتاج وقت بس. اعتقد امبارح عمل شكل غريب. وماتش سيراميكا كيوباترا عمل شكل غريب. هو بيجرب. انت شايف ده ازاي؟ هو بيجرب. هو خد بالك مثلا في ماتش اللي هو لعب فيه 4-1 4-1، اللي هو زق الناس كلها قدامه. دول بيبتدوا الهجمه، ده شكل من الاشكال. امبارح لعب اقرب 3-3-3-1، اللي هي بتاعت الاقرب لشكل بيلسى يعني او كده. فهو الراجل بيجرب وبيشوف ايه اللي ممكن يحصل. خطوره بس التجربه ان انت برضو الموسم يعتبر ما فيهوش بطولات، لكن ما زال في كاس مصر وما زال في المنافسه على الدخول لافريقيا مركز تاني. وفي بناء ثقه مع الجمهور. الجمهور بالزبط. لو حس ان النتائج وحشه ممكن ما يطمنش الاستمرار. بالظبط. هو حتى في تغييرات بيعملها، بيغير باربع لعيبه فهو عايز يشوف كل الناس. صح. وبعدين يقرر. اعتقد انت يعني معجب بيه بعيدا عن مستوى الفريق معاه دلوقتي؟ معجب بجرأته. وانا بص، اي حد بيمسك ورقه وقلم بالنسبه لي بيبقى يعني
الورقه والقلم، لان في حاجات انا ممكن اتفرج على ماتش تاني، بس في الماتش دلوقتي احساسك لازم اكتب اللقطه على الهواء، لازم اكتبه. فانا صح. المدرب اللي بيمسك ورقه وقلم انا بحترمه جدا. فاعتقد ان دي حاجات مبشره، ولكن هو لازم يستقر بقى، يعني لازم خلاص انت شفت الخطط وشفت الثلاثه ورا وشفت لازم بقى استقر على شكل معين بناء على اللي عندي، عشان كمان اشوف نواقصي ايه ومين هيمشي ومين هيقعد. دي قصه برده تمام، يعني هتاخد وقت. يعني مين مدربك المفضل؟ انا بحب سباليتي جدا. تمام. وانا عامه المدرسه الايطاليه يعني انشيلوتي سباليتي بحب جدا المدرسه الايطاليه، لان هم مدرسه واقعيه. وحتى بالمناسبه الدوري الايطالي، يعني الدوري الايطالي كان فخض رونقه كده شويه. مظبوط. هتلاقي لا انت بتتكلم على اليوفي وروما قبل نهائي يوروبا ليج، بتتكلم على الانتر والاي سي ميلان قبل نهائي تشامبيونز ليج، بتتكلم حتى على فيورنتينا فقبل نهائي الكاس اللي هو الكونفرنس ده اللي هو كاس الكؤوس ده. ونابولي بطل الدوري. ففي ست فرق في ايطاليا دلوقتي. ليه؟ لان هم رجعوا تاني للواقعيه. مش هنعرف نجيب نجوم الدوري الانجليزي، فاحنا هنخلق فرق تكتيكيا صلبه جدا. سواء مثلا النهارده ماتش بيولي ضد انزاجي، واحد بيدافع كويس جدا وبيلعب المرتدات، وواحد عايز يبتدي الهجمه، مدرستين مختلفتين. ولكن اللي كله عايز يبتدي الهجمه ده اللي هو مين فيهم؟ بيولي وانزاجي اكتر. بيحاول يقفل صح ويلعب على المرتدات. أيه. ف الجول الثاني كان جول حلو قوي، مرتده قويه. فهو يعني. فهي الفكره انه ان هم رجعوا تاني للمدرسه الواقعيه. فانا بحب دايما المدرسه الواقعيه. يعني. انت شايف نفسك فين كمدرب؟ بص، يعني انا ماشي كل مرحله بمرحلتها، ولكن انا نفسي انا بحط دايما 80% من الوقت في تدريب المدربين. تمام. لان دي نقطه مهمة جدا وفاضية جدا في مصر ومحدش بيعملها. انا اصلا انا مدرس كمان، يعني انا مدرس اقتصاد. انت مدرس اقتصاد؟ انا مدرس اقتصاد اللي هم طلبة الثالثة ثانوي اللي هم في الشهادة الامريكية. انا متأكد ان دراسة الاقتصاد دي ليها طريقة ما بتفيدك كمدرس. طبعا. صح؟ طبعا. التدريس عامة اي مدرس، حتى هتلاقي الناس رؤساء القطاعات الناشئين بره دايما ليهم علاقة بالتدريس. لان التدريس معناه ان انت بتبسط المعلومة. صح. لحد اصغر منك سنا، وهو ده التدريب، ان انت بتشتغل مع ناشئ او برعم او حتى المدربين، انت بتبسط المعلومه للناس دي. فجزء كبير جدا من القصه انا بحط 80% من الوقت في تدريب المدربين. ده شغلي الاساسي، ان انا ابقى في منصب زي رئيس قطاع براعم، زي مدير تطوير في مكان ما له علاقه بنادي، وبحط 20% في التدريب. لازم كل سنه او سنتين تزود امسك فرقه. تمام. عشان افضل قريب من سنس ارض الملعب. خد بالك، انا برضو خبراتي كتدريبيا، انا مثلا مش مرنت 30 سنه وبعدين مسكت البوست الرياضي، يعني لا. انا الخبرات لازم باخدها وانا شغال. يعني عبد الرحمن، في 5000 سؤال عايز اساله لك، بس في 7 دقائق زياده عن وقتنا خدناها، فانا مضطر للاسف ان احنا انا عندي طلب بس واحد. تطلب وتؤمر. اتفضل. ان هم يعرضوا صوره الفريق التدريب عندي في نادي الجونه. يلا بينا. لان موجوده معانا في الفريق. موجوده معاكم، لان الناس دي يلا. انا ممتن ليها جدا جدا جدا. أوه. لان انا اتعلمت من كل واحد فيهم. يعني انا دوري ان انا اللي اعلمهم، بس انا باكد لك ان الناس دي هي اكتر ناس علمتني. سواء تدريب، سواء تعامل مع اللعيبه، سواء اي حاجه، كلهم ناس محترمه. والصوره دي ان شاء الله باذن الله نتقابل كمان 7-8 سنين، الناس دي هعلم لك عليهم واحد واحد، هقول لك ده بقى في المكان الفلاني وده بقى في المكان، لان كلهم ناس بجد محترمين جدا جدا جدا. حتى الصوره ناقصها يعني مدرب احمد محيي، هو الوحيد اللي مش موجود في الصوره. هو الوحيد اللي اتقال اسمه. بالظبط. هو ده رزقه بقى. فهو ده الوحيد اللي مش موجود في الصوره. كلهم ان شاء الله هيبقوا في اماكن كويسه جدا، لان كلهم مدربين محترمين جدا 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 جدا. وانا بحييك وبحييهم، وربنا يديم النجاح عليكم. معلش عشان انا قلت ده في المقدمه مرتين، في 20 ثانيه تعرف تقول لي ازاي اوقف ريال مدريد هالاند امبارح؟ بص، هالاند 20 ثانيه هالاند بقاله فتره. هالاند عامه فينيشر كويس جدا. هو مع جوارديولا ابتدى ينزل يستلم في مساحات، فمفيش مساك في الدوري الانجليزي قوي كفايه ان هو يشتغل على هالاند. امبارح روديجر اتفرج وراه، كل كوره هو نازل وراه بيجري. كل كوره نازل وراه بيجري. فخرجه ذهنيا بره الماتش، خرجه ذهنيا. لان هالاند حس ان انا ماليش مخرج. فهي الفكره بس ان السيتي اول مره السنه دي يقابل فريق عنده كواليتي دفاعيه كويسه. وعنده كواليتي ان هو كمان يقلب الشكل الدفاعي القوي ده ان هو يحرز مرتدات. فدي ده السر امبارح. يعني العوده هيسحق مانشستر ريال مدريد. انا وجهه نظري ان العوده يعني
هيبقى ماتش ممتع اولا ولا يمكن التنبؤ بايه اللي ممكن يحصل، لان اعتقد ان جوارديولا ممكن يغير من طريقه لعبه، لان انشيلوتي راجل بيحب يلعب على المنافس. ايوه، فلو جوارديولا عمل حاجه صعب فهمها او صعب تغيير الشكل في جوه الملعب هيبقى جوارديولا المتفوق. لو انشيلوتي لقط جوارديولا بيعمل ايه وحله يتفوق الريال يتفوق. عبد الرحمن، استمتعت جدا باول لقاء لينا مع بعض، اتمنى انه ما يكونش الاخير يا رب. لو يعني ينفع تشرفني دايما هبقى اتمنى بعد العشر دقايق الزياده دول نتقابل تاني. اتمنى ما يكونش اتقطع علينا. بشكرك جدا عبد الرحمن طارق يحيى، ونورتني، وبالتوفيق باذن الله في مراحل حياتك كلها، ونشوف ايا ما كان التايتل، لكن نشوف واحد بالفعل عنده قدره على افاده الكره المصريه يا رب ان شاء الله. بشكرك. بشكرك يا ربنا يخليك. نورنا الكابتن عبد الرحمن طارق يحيى، رئيس قطاع البراعم في نادي الجونه، وانتم كمان نورتونا مش بس النهارده بل طوال هذا الاسبوع في الماتش. فحتى نلتقي باذن الله السبت المقبل، يكون الاهلي كسبان ان شاء الله في تونس. تحيات كل فريق العمل في الماتش، وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.